السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تالتة الترم الأولاني؟ إن شاء الله بإذن الرحمن محاضرة النهاردة عن بايو 2 لكتشر 3 هنتكلم فيها بإذن الرحمن عن الجلايكو نيو جينيسيس. يعني ايه الكلام دوت؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في أول محاضرتين اتكلمنا على أول محاضرة خالص، اتكلمنا على الجلايكوليسيس وازاي تحصل جلايكوليسيس والبروسيس بتاعتها والاستراكشر بتاع الكربوهيدرات والحاجات دي بتاعتها وكده البروباتس. والمحاضرة التانية اتكلمنا فيها بالصلاة والسلام على كريبس سايكل، ازاي بنستخدم الاي تي بي والحاجات ديت، عشان ازاي نستخدم يعني الميوليكيول طلع عندك البيروفيت عشان اكون اي تي بي وهكذا. والمرحلة التالتة اللي هي دلوقتي بإذن الرحمن المحاضرة التالتة بنتكلم على الجلايكو نيو جينيسيس. طب ايه المطلوب منك دلوقتي؟ المطلوب منك ان البايو كيمستري 2 هتبقى difficult جدا، complicated جدا، وصعبة جدا، ومكلكعة شبه البعبع لو انت بالأسف ما ذاكرتهاش. على الأقل تسمع المحاضرة أول بأول، مثلا أقل حاجة تسمع المحاضرة بس، أقل حاجة تقدر تعملها. أما طبعا لو بتذاكرها أول بأول يبقى دي حاجة perfect جدا وشابو ليك. فاهمين؟ أنا عارفة إن احنا كلنا بنكون في زنقة في الدراسة والكلية والمراح والحوارات دي كلها، وحاسة بيكوا جدا جدا جدا، بس رجاء 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 ما تسيبهاش وتراكمها للاخر، لان مش هتعرف تلمها نهائي، صعبه جدا. حتى لو عرفت تلمها مش هتجيب فيها جريد عاليه، او مش هتجيب فيها اصلا جريد، ممكن لا قدر الله بعد الشهر تشيلها. نصيحه لوجه الله، حاولوا على الاقل تسمعوا بس حتى المحاضره، مجرد بس وجودك في المحاضره تسمعها كده تمام بالنسبه لي، بس ايه تكون مركز مش نايم لي. خلاص طيب باذن الرحمن المحاضره النهارده تكون سهله، هي ملي 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 جدا جدا جدا، معتمدة على المحاضرة الأولانية خالص اللي هي بارت 2 اللي نزل عندك جلايكوليسيس، عملية الايه تكسير الجلوكوز. واتفقنا احنا بنعمل كل الحاجات دي علشان نجيب طاقة. يعني سبحان الله كل الحاجات ديت كلها سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني عشان حضرتك، عشان حضرتك تعمل طاقة، وعشان تعرف تتكلم، وعشان تروح تعرف تروح كلية، وعشان تعرف تذاكر، وعشان تعرف تعمل اكسرسايز، وعشان تعرف تروح الجيم والنادي والحوارات دي كلها. فسبحان الله سبحان الله ربنا عامل لك كل الحاجات دي ليك انت، وفي الاخر انت تيجي تعمل الذنب وتعصي. يعني فعلا خزي جدا علينا، فعلا حرفيا خزي جدا جدا علينا. ربنا يا رب يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ويتوب علينا. طبعا الناس ما بتصليش دي الله يعينها، يعني ربنا يا رب يعافينا. صلي حتى لو مش حاسس بخشوع، بس اهم حاجه اسقط الفريضه عليك، اسقطها، ما ينفعش تسيبها نهائي، لان انت الفرق بينك وبين اللي مش مسلم الصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده، اللي مش بيصلي ده كده كافر خلاص، مع السلامه. فدي حاجه اساسيات، حاجات بيزك كده خلاص. فانت دلوقتي بقول لك ليه كده؟ عشان انت كل المفروض ما تتوسع من العلم. انا مش عايزاك يكون حجه عليك، ارجوك خليه يكون حجه ليك. يعني ايه حجه ليك؟ يعني يكون معاك يوم القيامه، يعني يقول يا رب يشهد لك كده، يا رب صحيح الفلاني الفلاني كان بيستخدم، كان بيتعلم وبيعرف ويشوف قدرتك، وكان يقعد يقول سبحان الله، يقعد يقول سبحان الله ويذكرك كتير جدا، وكان بيحاول. احنا كلنا ذنوب، انا اكتر واحده فيكم في العالم كلها بعمل ذنوب، بس بنحاول وبنجاهد خلاص، دي اهم حاجه. كان بيحاول وبيجاهد ان هو يقلل كميه الذنوب بتاعته وهكذا، وعينه يا رب. وكان ساعتها بيستخدم العلم في الصالح، مش بيستخدمه في الحاجات الوحشه، او يستخدم علم يعني يتعلم علم مش مفيد وهكذا. المقدمه دي مهمه جدا 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 جدا، فاهمين؟ باذن الرحمن النهارده اللي ذاكر جلايكوليسيس كويس جدا ان شاء الله باذن الله هيلاقي المحاضره بتاعت النهارده سهله جدا ويسيره باذن الرحمن. طب ليه يا دكتور؟ علشان الجلايكو نيو جينيسيس از ريفرسيبل، هي عكس الجلايكوليسيس، ما عندها شويه حاجات كده نعمل لها موديفيكيشن. يعني سبحان الله ربنا مسهل على جسمك، بدل ما يقعد يعمل حاجات صعبه ومكلكعه ويمشي في باس واي كتير، لا نستخدم الحاجات اللي هي مشتركه ما بينه وبين الجلايكوليسيس عشان نقدر نعمل الجلايكو نيو جينيسيس. تمام؟ يعني سبحان الله بجد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نحمد ربنا على كل حاجه احنا فيها، الحمد لله نحمد ربنا والشكر لك يا الله. طيب اول حاجه عايزه اقول لك الديفينيشن، الجلايكو نيو جينيسيس، واتس مينينج اوف جلايكو نيو جينيسيس. هوريك بس دلوقتي المحاضره هتمشي ازاي باذن الرحمن. المحاضره هتمشي كالاتي، انا هديك نظره عامه كده اوفر رول زي ما احنا عارفين، اوفر فيو للمحاضره كلها، ونشوف فيديوهات وصور والاستريشن والحوارات دي كلها، وبعد كده نمسك السلايد كده نقراها، هتلاقيها سهله جدا، بحيث لو في مكان نقطه مش مفهومه او نقطه ما وضحتهاش نسيتها تكون ايه باذن الرحمن مفهومه باذن الله. ماشي؟ صحيح احنا نسينا نقول دعاء المذاكره قبل ما نبدا، حابب نقول دعاء المذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكته المقربين، ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. استودع معلوماتك، اللهم اني استودعك اللهم اني استودعك ما فهمت وما حفظت، فردوه الي حين الحاجه الي، وردوه الي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه الديفينيشن، ايه الكلمه العجيبه المكلكعه دي؟
افهم ومش هتحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. جلايكو مينينج ايه؟ جلوكوز. جلوكوز نيو يعني جلوكوز نيو، اللي بقول لك انت جايب التيشيرت جديد مبروك عليك، يبقى ايه؟ جديد. خلاص. جينيسيس معناها سينسيسيس، يعني ايه؟ يعني تصنيع، يبقى انت بتصنع جلوكوز جديد. بس كده خلص، خلصنا المحاضره. كل هدفك في المحاضره كلها ان انت تصنع جلوكوز جديد. طب من ايه يا دكتور؟ قال لك والله انت ممكن تصنع جلوكوز من ايه؟ قال لك من حاجات نون كاربوهيدرات. يعني ايه حاجات نون كاربوهيدرات؟ يعني حاجات مش كاربوهيدرات. احنا دلوقتي عايزين نكون جلوكوز. انت دلوقتي المحاضره اللي فاتت كنت بتايه؟ بتكسري جلوكوز. طب اللي هي بتاعت المحاضره الاولانيه بتاعت الجلايكولوسيس، تمام؟ اما المحاضره دي انت عايز تكون نيو جلوكوز جديد. طب ليه؟ ممكن واحد مثلا يكون عنده صايم، الناس اللي في مجاعه ستارفيشن، الناس اللي بتكون فاستنج اللي بتصوم والحاجات دي ما بتاكلش كاربوهيدرات، فبيكون محتاجه جلوكوز عشان ترفعه في الدم. طبعا الدايبيتك برضه بيكون محتاج جلوكوز. طب ليه؟ لان الجلوكوز بتاع الدايبيتك الشخص اللي عنده بعد الشر، ربنا يا رب يعافينا ويشفي الجميع بحق لا اله الا الله، الناس اللي عندها مرض السكر بيكون عندها سكر كتير في الدم، خلاص، بس جسمك مش متعرف عليه، كانه وجوده زي عدمه، مجرد بس بيعمل لك شويه مشاكل اللي هي زي مثلا يبوظ لك النيرف، يبوظ لك الرؤيه، يبوظ لك العظام، كل الحوارات دي كلها بتاعت السايد افكت بتاعت الجلوكوز الزياده في الدم. ولكن هل هو ذات نفسه بنستخدمه اللي جوه الدم ده؟ لا، انت مثلا هو ده البلاد فيسلز بتاعك، هنا في جلوكوز كتير كتير كتير، هو مش قادر يخش الخليه، مش عارف يخش الخليه، نتيجه ان الانسولين المفتاح بتاع الباب اللي يفتح الخليه ان هو يدخله جوه الخليه مش موجود، فمش هيقدر يدخلك جوه الخليه. فجسمك يفتكر ان كل ده ما فيش جلوكوز، فيقعد يحاول يصنعه، يقعد يصنعه يصنعه، فيزود المبلغ ايه؟ طين، بمعنى صح يعني يزود لك الحاجه ايه؟ مرتين، بدل ما انت عندك جلوكوز واحد بس مثلا في الدم، لا يزودوا لك الكميه بتاعته للايه؟ للضعف، نتيجه اللي هو مش عارف اصلا يستفيد، ويزود ويزود ويزود. فلذلك المهم جدا ناخد بالنا من الحته دي. يبقى الجلايكو نيو جينيسيس هي تصنيع الجلوكوز من حاجات نون كاربوهيدرات، تمام؟ طيب اكيد ليه اصلا احتاج اصنع جلوكوز؟ اكيد مثلا ما يكون انت عندك برولونج فاستنج، مثلا الناس اللي احنا مثلا في رمضان، في رمضان بالصلاه والسلام ايه بيحصل لنا؟ برولونج فاستنج، يعني انت بتصوم من الفجر للمغرب، فبتاخد وقت كبير، فتلاقي مثلا في الاول بعد الفجر بشويه مثلا لحد الساعه 9 مثلا يقعد يكسر، انت عندك مخزون من الجلوكوز اللي احنا مخزنه في هيئه ايه؟ جلايكوجين، صح؟ فيقوم رايح جسمك يكسر لك الجلايكوجين وياخد الجلوكوز. طب انت المخزون بتاعك خلص، الجلايكوجين ده بيكون متخزن فين؟ متخزن في الليفر او في الماسلز. خلصت المخزون بتاعك، فيبدا يصنع لك، يصنع لك من ايه؟ يروح يجيب لك شويه مركبات نون كاربوهيدرات اللي احنا هنعرفها اسمها الواستس، اللي هي الواستس بتاعه الجسم، وهنعرف يعني ايه ليه الواستس وليه سميناها كده، او يوم واخدها ويدخلها في عمليه اللي هي بتاعه الجلايكو نيوجينيسيس، يكون لك الكربوهيدرات ايه؟ الجلوكوز تاني. خلاص. طيب ليه؟ عشان كده انت بتقدر تيجي مثلا تيجي قبل الفطار تلاقيك مش قادر، يعني نتيجه اللي انت الجلوكوز عندك قليل، فانت محتاج تزود. بس سبحان الله ربنا بيمدك العمليه دي جوه جسمك، بتحصل اوتوماتيك من غير ما ايه؟ من غير ما انت تحس. طيب ليه اهميه الجلوكوز؟ ليه انا عايز اعمل جلوكوز؟ في تيشيو لازم تكون فيها جلوكوز، اكيد. انت مثلا عشان تيجي تذاكر، ما ينفعش مثلا لو جيت ذاكرت من غير ما تفطر او من غير ما تاكل حاجه مسكره او كده، هتحس ان انت هابط ومش مهبط كده يعني، ومش مركز، فدي مشكله. فلذلك البرين بتاعك مهم جدا جدا عشان يعرف اهو، كان البرين بيشرب جوس اهوت من الجلوكوز، فيقوم داخل ويعمل لك بس يديك بقى النشاط والقوه بتاعه البرين. طيب ايه كمان التيشيو الثانيه؟ التستس. خلاص، التستس محتاجه جلوكوز، تملي الكدني. اللهم صل على اقسام، واكيد طبعا الار بي سي اللي هي الاريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء. ليه؟ لان كرات الدم الحمراء تملي بتشيل كربون دكسيد جاز والاكسجين والحوارات دي كلها، تمام؟ جميل كده، احنا عرفنا الجلايكو نيوجينيسيس. طب يا ترى بتحصل فين؟ مين المصنع بتاع الجلوكوز؟ مين اللي بيصنع لك الجلوكوز؟ قال لك بتحصل في 2 اورجن بس، مينلي الليفر. مينلي، شايف الليفر عمال يطبخ لك اهو، ياخد من الاكل بتاعك ويقوم رايح حاطه لك في البرين فود اللي هو الاكل بتاع الايه؟ بتاع المخ، عشان يعمل لك جلوكوز. وكده يبقى مينلي عمليه الجلايكو نيوجينيسيس بتحصل في الليفر والكدني. بس احنا مينلي هنتكلم على الليفر. مينلي بتحصل في الليفر، بتحصل شويه صغيرين جدا في الكدني، تمام؟ طيب ايه الفكره كلها؟ انت بتاخد مثلا امينو اسيد، لاكتيك اسيد، جليسرول، كل الحاجات دي تاخدها تقوم جاي محولها الجلوكوز، وتقوم موديها للليفر، سوري توديها للبرين، للتستس، المظله اوبلونجاتا او المظله بتاعت الرينا، المظله يعني اللي هي في الكدني، والار بي سي اللي هي الاورجن اللي محتاجه جلوكوز تمام. خلاص، يبقى دي بتصات سام قلنا عليها ليه بتاخد الواستس، لان دي واستس. مثلا اللاكتيك اسيد ده مش عمليه الواستس في الحضره الاولانيه خالص بتاعت الجلايكولوسيس، كسرنا الجلوكوز خليناه بايروفيت، والبايروفيت في وجود عدم وجود الاكسجين، في عدم وجود الاكسجين، في وجود الايه؟ عدم وجود الاكسجين، مفيش عندي اكسجين، يتحول في وجود البايروفيت دي هيدروجينيز، يتحول للاكتيك اسيد، فهو ده خلاص تحولت لاكتيك اسيد. طب لاكتيك اسيد ده انا عايزه اتخلص منه، فاعمل ريفرس، اقوم جايه بالصوت السلام
هقوم جاي محوله اللاكتيت لبايروفيت، ومن بايروفيت هقوم جاي محولاه لجلوكوز. كل الحاجات دي باذن الله احنا هنتكلم عليها. الجليسرول برضو، الجليسرول برضو نفس الفكره، الامينو اسيد نفس الفكره. كل الحاجات دي انا بجيب منها الايه، الجلوكوز اللي مهم بقى للايه، للتيشيو اللي انا محتاج فيها بالسرطة نفسها ايه، محتاج فيها جلوكوز. طيب تعالى نشوف دلوقتي العمليه دي ازاي بتحصل معاك. لما انت شايف كده، انت دلوقتي جعان بتفكر في كل الحاجات دي، مفيش اي اكل من الاكل ده خالص، ما عندكش خالص اي اكل، عندك مجاعه، بطنك جعانه جدا جدا جدا، فمفيش جلوكوز، فجسمك يضطر يعمل جلايكو نيو جينيسيس، يعني بروتكشن اوف نيو جلوكوز. خلاص. طيب ايه اللي بيحصل؟ الكربوهيدرات ده في عمليه الجلايكوليسيس العادي بتديك الحاجات ديت. طب دلوقتي الستيج بتاعتي اتفقنا بتحصل في الكيم، في مين؟ في الكيدني والليفر. مين اللي في الليفر؟ ده بقى الجلايكوليسيس. ايه اللي حصل؟ انا بس عايزه افهمك حاجه دلوقتي، انا كربوهيدرات راحت لجلوكوز، دي جلايكولوسيس، جلايكولوسيس اه تكسير، ادتني بقى الحاجات ديت الجلوكوز، تمام، الفات، الامينو اسيد، الحاجات دي. دلوقتي انت في وقت ستارفيشن. يعني ستارفيشن؟ ستارفيشن، ستارفيشن يا مجاعه، او فاستنج، او برولونج فاستنج. برولونج فاستنج يعني صيام ايه، ممتد طويل. فايه اللي بيحصل؟ دي المواد هي اللي عندك، لان انت كسرت كل الجلوكوز واستهلكت الطاقه وكل ده اللي ايه، اللي عندك، تمام. طيب بالصلاه والسلام، يبقى انت عايز بقى تودي دول تاني، ترجعهم تاني لاصلهم اللي هي الجلوكوز، عشان تديك طاقه وتفضل ماشي في ايه، في السايكل ده. هتعمل ايه؟ قال لك هتعمل جلايكو نيوجينيسيس. بص بقى الحركه دي. هنا الاول اتفقنا الجلايكونيسيس بتحصل في الليفر مينلي، وفي الكدني ايه ليس اكستن. شايف بقى الحركه دي؟ دي عمليه الايه، الجلوكوز رايحه للاي تي بي، ورايحه للكريبس سايكل، ورايحه للبايوفيت، والحوارات دي كلها الاستيج اللي احنا خدناه في اول محاضره. ايه اللي هيحصل؟ دي عمليه الجلايكوليسيس، تكسير الجلوكوز. هيحصل انها تلف، تبقى بس بدل ما انت تخلي الجلوكوز فوق، لا انت تخلي الجلوكوز هو الاند برودكت والفيرست برودكت، اي حاجه من الايه، من الوسوسه اللي طلعت لك من الجلايكوليسيس، هتبدا تلف تكون لك الجلايكو نيوجينيسيس، تمام. بص بقى في الحته دي عايزاك تركز فيها قوي. زي ما انت شايف كده بالصوره، انا بدات سلام، انا بس برجعها عشان اهي، شايف اللفه دي كده، انت عملت جلايكو نيوجينيسيس. بس ايه بقى، خلي بالك من ايه، هل الجلايكو نيوجينيسيس بالسهوله دي زي يعني عكس عكس الجلايكوليسيس بس كده وخلاص؟ قال لك لا، هي نوت سيمبل، نوت هعملها لك بالاحمر، هيركز ركز، نوت ايه، نوت سيمبل ريفرسبل اوف جلايكوليسيس. يعني هي مش مجرد بس انت عكست عمليه الجلايكوليسيس وكده والسلام. طب ليه يا دكتور؟ مش انا قايل لك في الجلايكوليسيس عندك ثلاثه انزايم ريفرسبل؟ اه ثلاثه انزايم ريفرسبل، يعني بيمشوا في اتجاه واحد بس، ما بيقدروش يرجعوا تاني. طب ماشي، انت كل ريفرسبل انزايم رايحه جاي، اوكي هتنفع معاك في الجلايكوليسيس. طيب دلوقتي انت معاك الثلاثه ريفرسبل دول، هتعمل فيهم ايه؟ ما انت دلوقتي عايز تكون جلوكوز، فاكيد هحتاج استبدل الثلاثه ريفرسبل انزايم دول بحاجات تانية، انزايم تانية، بحيث انها تبقى تعمل لي جلايكونيوجينيسيس، تمام. يبقى لا، مشكلتي عندي دلوقتي في 3 ريفرسبل انزايم، هستبدلهم بانزايم تانية، بحيث ان انا الخطوات، ثلاث خطوات دول، احنا قلنا ثلاث خطوات دي هي الريت ديتيرمينج ستيبس، او اللي هي ريت كنترولينج ستيب، كل الحاجات دي نفس الايه، المسمى. خلاص، فهي نوت سيمبل ريفرسبل اوف جلايكوليسيس اونلي، تمام. طيب بيقول لك انت عندك 10 ستيب في الجلايكولينيوجينيسيس، 7 منهم بتبقى سهله في الريفرس بتاعه الجلوكوز الجلايكوليسيس، اما الثلاثه ستيب بيبقوا لا مش سهلين، محتاجين نعمل فيهم ايه، نعمل نكونهم. يعني ايه نكونهم؟ يعني اكون انزيم يكون مماثله او لها ترجع لي بايه، تتعوض للريفرس والانزيم. طب ايه هما؟ طب انا عايزك تفتكر حاجه من الجلايكوليسيس، يلا انا هسمعك ان شاء الله باذن الله تكونوا شاطرين، واللي يجاوب في الكومنت من غير ما يبص يبقى برافو عليه جدا. خلاص، الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس يعني هي تكسير الجلوكوز. ايه هما ثلاثه الريفرس والانزيم؟ لو انت قلت لي دلوقتي وقف الفيديو بعد كده ارجع تاني اسمعه، بيقول لك ثلاثه ايريفرسبل انزايم. لو انت قلت البايو نمشيها مثلا بالصدفه من ايه، من الاول خالص، اللي هو الهكسو كاينيز او الجلوكو كاينيز، ده اول اتنين انزايم. تاني انزايم عندي اللي هو البي اف كي، اللي هو بالصدفه عباره عن بسم الله الرحمن الرحيم فوسفوفراكتو كاينيز، تمام، واحد. وتالت انزايم اللي هو البايروفيت، البايروفيت كاينيز، تمام. التلاته فيهم كلمه كاينيز، فهم دول الثلاثه انزايم اللي هم الايريفرسبل او الريد ديتيرمايننج ستيب او الريد كنترولينج ستيب، تمام تمام. طب دول في الجلايكوليسيس تكسير الجلوكوز، طب انت عايز دلوقتي تعوضهم عشان تعمل لي الجلايكونوجينيسيس. قال لك والله هتستخدم 4 انزايم. طب ليه يا دكتور؟ قال لك دلوقتي انت مثلا عندك البايروفيت، انت بادئ الاول بالبايروفيت، مش احنا قلنا هي عكس عمليه الايه، عمليه الجلايكونيوجينيسيس ده إيه؟ عكس الجلايكوليسيس، والجلايكوليسيس بتبدا بجلوكوز بتنتهي ببايروفيت، صح؟ طب احنا دلوقتي عايزين نعكس العمليه دي، يبقى هنبتدي ببايروفيت وننتهي بجلوكوز. يبقى انت لو مذاكر كويس قوي الجلايكوليسيس بالصلاه والنبي السلام، مش هتحتاج تذاكر المحاضره دي، هتلاقيها سهله جدا. خلاص، هتبدا لي اتنين بايوفيت، احنا اتفقنا على الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس بتكسر لك جلوكوز بتديك اتنين بايوفيت. طب الجلايكونيوجينيسيس لا، هتجيب لي تبدا لي باتنين بايوفيت وتبدا بقى تحولها لي شويه مركبات. ايه هي؟ انت دلوقتي عايزاك تفتكر حاجه. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه السلام،
بص انا جبت الدايجرام دوت عشان تكون ماشي معايا، عشان ايه لو انت نسيت عمليه الجلايكوليسيس وهكذا. احنا بص انت دلوقتي دي عمليه الجلايكوليسيس، تمام؟ الجلايكونيوجينيسيس انت طالع من تحت لايه لفوق، اما دي نازل من فوق لايه لتحت. اول حاجه انت بيكون عندك الجلوكوز، بتحط الهيكسوكاينيز بتحوله لك لجلوكوز 6 فوسفات، ده اول ريفرسبل انزيم. طب انا عايز اعكسه، احول من جلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز، هجيب له حاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيتيز. طب ليه يا دكتور؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، مش انت دلوقتي من جلوكوز بتحط عليه، بتحط كاينيز يعني بتضيف واحده فوسفيته، صح؟ انت ضفت هنا واحده فوسفيتا بوزيشن 6. طب لو انت جبت له انزيم بيشيل الفوسفيتا، ايز ديت معناها او فوسفوتيز، ده انزيم بيعمل لك ريموفنج للفوسفيت جروب في بوزيشن نمبر 6. فكان الفوسفيتا اللي انا شلتها قمت ايه اللي انا حطيتها سوري شلتها تاني، خلصت الحدود عن طريق الهيدروليسيس، قمت شلت الفوسفيتا اهيت وطلع لي الجلوكوز. تمام، ده كده اول خطوه، يعني دي العكس بتاعها. طيب تمام، تاني خطوه عندي بتبقى ايرفيرسبل عندي في الايه البايو في الجلايكوليسيس، اللي هي السلطه نفسها اللي هو البي اف كي كاينيز 1. اللي بيحصل في بي اف كي كاينيز 1 بيضيف لك فوسفيتا بوزيشن رقم 1 في الفراكتوز. انت بيكون عندك فراكتوز 6 فوسفيت، بتقوم ضايف فوسفيتا في بوزيشن نمبر 6 من بوزيشن 3 نمبر 1 في ايه في الفراكتوز 6 فوسفيت. تمام، هتيجي تعمل ايه؟ اكيد هتجيب فراكتو سوري تجيب فراكتوز 1 و6 بس فوسفيتيز. يعني انت بدل ما بص هو نفس الحاجه، ده السبستريت اللي انت شغال عليه، صح؟ مش انت السبستريت فراكتوز 1 6 فوسفات بس فوسفيتيز ده اللي انت شغال عليه، هتقوم جاي حاطط فوسفيتيز عشان تشيل الفوسفيتا اللي بوزيشن نمبر كام؟ نمبر 1 اللي انت ضفتها، فهيديك الفراكتوز 6 فوسفيت. تمام، الموضوع سهل، كل الحاجات دي ريفرسبل ريفرسبل ماليش دعوه بيها، ماشيه هي هي. مشكلتي دلوقتي بقى في ايه؟ في اخر خطوه. لان انا دلوقتي بيكون عندي اللي هو فاكرين البي اي بي اللي هو عباره عن فوسفو اينول بايوفيت، كنا بنحوله ازاي لبايوفيت؟ بنجيب بايوفيت كاينيز، صح؟ وكنا ده بيكون لي عباره عن سبستريت ليفلنج، بيكون لك اي تي بي سبستريت ليفل. تمام، طيب دلوقتي انت عايز تعكسها، قال لك عايز تحول من 2 بايوفيت ل 2 فوسفات اينول بايوفيت، خلاص. هل البايوفيت ده بيكون فيه فوسفيت؟ قال لك لا. فانت دلوقتي عايز تحط فيه فوسفيت، اول حاجه قال لك بالصلاه انا تمام، انت هتضيف له فوسفيتا وبعد كده ترجع تشيلها تاني، وهتضيف له كربون وترجع تشيلها تاني. طب ازاي يا دكتور؟ قال لك بص صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت بادئ باتنين بايوفيت، اشتغل على واحده بايوفيت، هتيجي تضيف لها اي تي بي عشان تبقى فيها فوسفيت، خلاص. هتيجي تضيف لها اي تي بي عشان هي تشيل الفوسفيت، عشان انا عايز اكونه فوسفيت. اول اسم حاجه انا عايز اكون ايه؟ فوسفيت اينو بايوفيت. يبقى اكيد لازم يكون عندك فوسفيت جروب وعندك اينو الجروب وزائد البايوفيت. تمام، طيب يبقى انت هضفت الفوسفيت عن طريق بايوفيت كاربوكسيليز في وجود الاي تي بي. احنا اتفقنا ايه بقى بالصوت مثلا؟ اي اول ما تشوف كلمه كاربوكسيليز يعني انت بتضيف كربون دايوكسيد جاز، اي كاربوكسيليز بتضيف كربون دايوكسيد جاز. طيب بتضيف ايه؟ قلنا اتفقنا من بايو كيمستري 1 واتفقنا من المحاضره اللي فاتت بتاعه كريس سايكل، قلنا ما نشوف الانزيم ده هو بيمشي معاه ثلاث توابع او اثنين تابع، هما الاثنين تابع، الاي تي بي ده اول تابع والبيوتين او البيوتين ده هو ثاني تابع اللي هو عباره عن ايه؟ الفيتامين، خلاص. البيوتين فيتامين 7 تقريبا بي 7. تمام، يبقى بالصوت نفسها انت لازم تشوف التوابع بتاعه كاربوكسيليز، يبقى انت لازم يكون معاك البيوتين والاي تي بي كاربوكسيليز على طول كده. تمام، هيكون لك الاكزالو اسيتيت. تمام، الاكزالو اسيتيت دوت في مشكله هنفهمها بعدين. المهم يعني الاكزالو اسيتيت عايز تحوله لفوسفو اينول كاربوكسيليز. الاكزالو اسيتيت احنا عارفين هو كام كربون؟ 4 كربون، يبقى انت كانك حولت من 3 كربون ل 4 كربون. طيب تمام، بعد كده بس هتقوم جاي حاطط تاني مولكيول اوف الاي تي بي. طب وانت دلوقتي انت عايز تكون ايه؟ فوسفيت اينول فوسفيت، صح؟ طيب هتيجي تحط لي بس هتسام ايه 2 اي تي بي، ماشي، اللي هو 2 من جي تي بي عشان انت هتحط فوسفيتا تانية، وبعد كده تقوم جاي عامل لي كاربوكسيليز. انت دلوقتي حولته لفوسفيت اينول بايوفيت. تمام، يبقى انت الانزيم عشان قلنا عندي 3 ايريفرسبل انزيم في عمليه الجلايكوليسيس، هتعوضها قصادها باربعه انزيم ايريفرسبل اولسو في عمليه الجلايكونيوجينيسيس. تمام، طيب دلوقتي بالصلاه على النبي ايه هم الاربعه انزيم الايريفرسبل؟ اهو زي ما انت شايف، اول واحد انت الخطوه بتاعت البايوفيت للبايوفيت للفوسفو اينول بايوفيت، هي دي تعتبر اصعب خطوه اللي ماشيه على الخطوتين وفيها كلام كتير شويه، اما باقي الخطوات كلها سهله، من ضمنهم الاثنين الايرفيرسبل. فانت حطيت بايوفيت كاربوكسيليز وحطيت بي اي بي اللي هو فوسفو اينول بايوفيت كاربوكسي كاينيز، بعد كده بالصوت سام عملت كل الحاجات الثانيه ايرفيرسبل ايرفيرسبل، قمت جيت هنا حط لي فاكتوز ده تالت واحد بالصوت سام تالت واحد فاكتوز 1 6 فوسفيتيز، وبعد كده رابع واحد الاخير اللي هو جلوكوز 6 بايو فوسفوتيز. تمام، طيب بص بقى، عايزاك تصلي على النبي عليه السلام، تاخد نفس عميق كده، ما فهمش حاجه من اللي فات ده، خلاص ارمي ارمي ارمي. ايه اللي بيحصل عندك تاني؟
الجلايكونيوجينيسيس، انا الغرض منها كون جلوكوز من حاجات نون كربوهيدرات. بتحصل فين؟ بتحصل في الليفر والكيدني، مينلي في الليفر. طب بحتاجها ليه؟ عشان انا بحتاج جلوكوز تملي في الاورجنز اللي هي الانيشال زي البرين زي التستس زي المظله زي بصات سلام اللي هي الايه الار بي سي. حلو حلو تمام تمام تمام. طب دلوقتي بصات سلام امتى بتحصل؟ لما يكون انت عندك نقص في الجلوكوز. فابدا اروح ايه اعمل عكس الجلايكوليسيس. اول حاجه ببدا فيها 2 بايوفيت، معايا 2 بايوفيت ليه؟ لان عايز اكون من من 2 بايوفيت، او عايز اكون من بايوفيت لجلوكوز. البيوفيت فيه كام كربون؟ 3 كربون. الجلوكوز فيه كام كربون؟ 6 كربون. حلو حلو. فانا محتاجه ازاي ازود عليه 3 كربون تانيين؟ يعني انت هنا ده 3، انا بالصوص محتاجه 3، فاكيد هجيب 2 مولكيول او 2 سبستريت من البيوفيت. حلو حلو. بعد كده اقوم جايب البيوفيت احوله لاثنين اوكزالو اسيتيت، كل واحد بيوفيت هيديني واحد اوكزالو اسيتيت. طيب الاوكزالو اسيتيت كام كربون؟ 4. يبقى انت حولت من 3 ل 4، فانت محتاج تحط كربون دايوكسيد جاز اللي هي بيوفيت كاربوكسيليز. اول خطوه خالص. طب البيوفيت كاربوكسيليز ده لازم يمشي مع الشله بتاعته، مين؟ البيوتين والاي تي بي. حلو حلو. طيب بعد كده بتقوم حول الاوكزالو اسيتيت تحولها للفوسفو اينول بيوفيت. فوسفو اينول بيوفيت يبقى بيولوجيك هتحتاج الانزيم اللي هيشتغل عليه، يبقى تحتاج بي اي بي كاربوكسي كاينيز. يبقى تحتاج بي اي بي هو نفس السبستريت اهوت، ولكن هتعمل له كاربوكسي كاينيز وهنفهم ازاي. وهتحتاج مولكيول اوف الجي تي بي. حلو حلو. دلوقتي بالصوت نفسها بقى معاك بي اي بي بيوفيت خلاص، او بقى معاك فوسفو اينول بيوفيت تمام. عايز تحوله لاثنين فوسفو جليسريت، هتعمل عكس الايه العمليه اللي انت تروح حاطط الانزيم اللي كان بيحول لك من هنا لهنا. ده مين بالصوت نفسها؟ اللي هو الانزيم اللي اسمه الاينو ليز، صح؟ الانوليز ده كان بيعمل لك ايه؟ كان بيعمل لك الاينول من اسمه كده. طب وبعدين عايز تحول من الاثنين فوسفوجليسريت دوت تحوله بالصلاة والسلام لمين؟ تحوله ل بسم الله الرحمن الرحيم لتلاتة فوسفوجليسريت، صح؟ وده تحط له ايه؟ بتحطه بتعمل ميوتيز. ما انت هنا بدل هي تلاتة عايز تخليها في بوزيشن اتنين، فبتحط لي الميوتيز ايه؟ انزيم اللي هو عبارة عن فوسفوجليسريت ايه؟ ميوتيز تمام. طب عايز الموضوع انت تمشي بالعكس ده رخم شوية، بس معلش خلاص. انت ممكن ترسم عمليه الجلايكوليسيس، يعني ترسمها جلايكوليسيس كده تفتحها قدامك وتبص عليها وتقوم عامل الانزيم هي عليها تمام. بعد كده انت عندك 3 فوسفوجليسريت عايز تحولها لواحد وبس، 1 و3 بس فوسفوجليسريت. هتقوم حاطط عليها ايه؟ هتحط عليها فوسفوجليسريت كاينيز. فوسفوجليسريت كاينيز ده اللي كان بيعملها لك، يبقى هنا فوسفوجليسريت كاينيز. وبعد كده تقوم جاي محول من الواحد والثلاثه دوت للايه بالصوت سنفقين ذهب والجليسرالدهيد هي ديت. هتقوم جاي محولها، تقوم محولها عن طريق ايه؟ عن طريق ال بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الايزوميريز. لا بتحوله عن طريق الصوت سامي اللي هو سوري انت لسه ما وصلتش لعمليه الذهب. دلوقتي معاك الواحد 3 بس فوسفوجليسريت عايز تحولها للجليسرالدهيد 3 فوسفيت. هتحط له ايه اللي هو فاكرين الجليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز؟ هو ده هتعمله دي هيدروجينيز اللي احنا كنا قلنا ده انزيم مهم جدا وهكذا تمام تمام. بعد كده عندك دلوقتي ده بعد الكسر عايز تحوله لقبل الكسر، بتحط له المسؤول عن الكسر اللي هو الالدوليز. خلاص الالدوليز. بعد كده ده طبعا الايزوميريز والحوارات دي كلها. بعد كده الصوت سامي هيجي عندك خطوه اللي هي اتفقنا خلاص بتاعت البي اف كي واحد، هتحط له فركتوز برضو، يبقى كنا بالظبط بي اف بدل كاينيز هتحط ايه؟ فوسفوتيز، يعني تشيل مجموعه الفوسفات. وبعد كده بقى عندك جلوكوز، هنا طبعا تحط الايزوميريز، ماشي الايزوميريز بتاعك عشان تحوله لجلوكوز. وبعد كده من جلوكوز 6 فوسفات عايز تحوله لجلوكوز، هتحط له برضو الفوسفوتيز اللي انت تشيل مجموعه الفوسفات اللي عندك في بوزيشن نمبر 6 تمام. يبقى انا كده اعتقد الموضوع بقى اسهل وايسر الحمد لله. هنبدا نادي نعيدها تاني، نعيدها مرارا وتكرارا لحد ما تفهمها. اول حاجه انت الجلايكوليسيس بيكون بدا عندك بايه؟ بيكون بدا عندك بجلوكوز تنتهي بايوفيت. طب انت عايز تعمل بقى الجلايكونيوجينيسيس، هيكون دي عندك الانزيم اللي انت محتاجها خلاص. طيب بالصوت انا بقى عليه افضل الصوت والسلام. طب انت شايف كده عم اول خطوه خالص انت عايز تحوله من بايوفيت خلاص، تحوله لي البي اي بي. طب تحوله ازاي؟ قال لك هتمشي في كذا حاجه. اول حاجه هتحول البايوفيت للاوكزاليت، طبعا عن طريق ايه؟ عن طريق البايوفيت كاربوكسيليز، ضفت كربون دكسيد جاز في وجود الاي تي بي وفي وجود البيوتين نفس الكلام كده تمام تمام. بعد كده هتحول الاوكزاليت للبي اي بي عن طريق ايه بالصلاه والسلام؟ عن طريق البي اي بي كاربوكسي كاينيز. دي كده خلاص خلصتها. طب انت عندك مشكله، انت الخطوه دي البايوفيت ماشي، البايوفيت بالصلاه والسلام احنا بيكون موجود في السيتوبلازم صح؟ طيب الانزيم اللي هو البيوفيت كاربوكسيليز ده مش بيكون موجود في السيتوسول، مش موجود، لان دي اتفقنا البيوفيت ده بيكون موجود في السيتوبلازم. ليه؟ لان الجلايكوليسيس كلها بتحصل في السيتوسول. طب انت عندك مشكله الانزيم ده مش موجود في الايه؟ في السيتوسول. موجود فين؟ موجود في الميتوكوندريا. فانت محتاج تحول تدخل البيوفيت ده من السيتوسول تدخله جوه الميتوكوندريا بحيث يعمل لك الايه؟ يعمل لك الاوكزالو اسيتيت تمام تمام. فيقوم هو معدي عن طريق، يخش عن طريق الميتوكوندريا عن طريق ترانسبورت. ترانسبورت ده مخصص اللي هو
هو يشيل البيوفيت. يبقى انا نقلت البيوفيت من السيتوسول دخلته للميتوكوندريا. ليه؟ علشان عشان بالصوت سام البيوفيت كاربوكسيليز ده مش موجود عندي خالص في السيتوسول، موجود في الميتوكوندريا فقط. خلاص دخل جوه الميتوكوندريا، حولت لي البيوفيت 2 بيوفيت ل2 اوكسالو اسيتيت. تمام. الاوكسالو اسيتيت يا عيني جاي يخرج عشان يروح للسيتوبلازم عشان يكمل بقى العمليه، لان كل الانزيم بتاعت الجلايكوليز موجوده في السيتوسول، يا عيني ما عرفش يخرج. فايه مش عارف يخرج من الايه، من الميتوكوندريا، اتحبس. طب انا عايزه احوله اخرجه، هلبسه لبس متنكر. يعني لبس متنكر، والله وجد ان اللي في الميتوكوندريا دي في حاجه اسمها ماليت شاتل. ماليت ايه؟ شنط. ماليت شنط ديت هي عباره عن ايه؟ شنط بتعدي، يعني قناه كده بتعدي الماليت فقط، ما بتعديش حاجه تانية غير الماليت. تمام. طب انا لو جزاله اسيتيت دوت قريب شويه من الماليت، لو انا لبسته شويه حاجات عملت له جي هيدروجينيشن، يعني شلت منه الهيدروجين، هيتحول الماليت وكده كده نقرته. يبقى هو بدل ما هو دلوقتي بقى دخل جوه حدود البلد ومحبوس مش عارف يخرج، فانا ايه هنقره، اخليه يلبس حدود، يلبس لبس تاني يغير شكله بتاعه بحيث يقدر يعدي من البوابه اللي هي بتعدي نفس الاشكال بتاع الايه بتاعه الناس ديت. تمام. فبالصدفه ما حول من اوكسالو اسيتيت للماليت. خلاص عامله عن طريق ايه؟ ماليت دي هيدروجينيز. خلاص عدى على الشنط وعدى خلاص الحدود، راح بلده، خلاص راح المنطق بتاعه، فعايز يرجع له اصله، هو مش ماليت، والتفاعلات بتاعتنا ما تخشش بالماليت، بتخش في الاوكسالو اسيتيت. يقوم بالصدفه سامي عامل له ايه؟ هم عامل له اوكسيديشن تاني، اللي انا رجع له الاثنين هيدروجين اللي انا شلتها منه، رجع له وقلعه اللبس اللي هو كان لابسه بتاعه الوحش دوت او بتاع البلد اللي هو عدى منها. خلاص هو عدى الحمد لله بقى في بلده، هقوم جايبه مغير، خليه يغير ويلبس لبس الايه البلد بتاعته كده، تحول لاوكسالو اسيتيت. تمام. بعد كده الصفحه بقى موجود عندي في السيتوبلازم وخلاص عادي جدا. البي اي كاربوكسي كاينيز ده موجود عادي في السيتوبلازم، يبدا يحوله لك لفوسفو اينول بايوفيت. تمام. طيب بصوا نفسها دي كده ايه الخطوات، هيبدا بقى يقول لك ازاي بيحصل عندك. هيقول لك الكلام اللي احنا قايلينه، جلايكوجينيوجينيسيس كونفرجن اوف بايوفيت تو بي اي بي، دي اول خطوه عندك. ايه اللي بيحصل عندك؟ البايوفيت بتحط عليه البايوفيت كاربوكسيليز في وجود البيوتين، في وجود الاي تي بي، في وجود كربون دكسيد جاز، لان انت بتضيف كربون دكسيد جاز. واحنا عارفين الاوكسالو اسيتيت من الكاريب سايكل عباره عن 4 كربون، البايوفيت عباره عن 3 كربون. تمام. بعد كده البايوفيت انت مش عارف تيجي تخرج، دي جوه حدود الايه الميتوكوندريا، دي كده حدود الميتوكوندريا بتاعتك، عايز تيجي يعني تخرجه مش عارف يخرج، فانت محتاج تنقره. فتقوم جاي معامل له دي هيدروجينيز، يعني تشيل منه الهيدروجين بالصوره نفسها، تضيف له سوري هيدروجين، تضيف له هيدروجين. تمام. عن طريق ماليت دي هيدروجينيز، المهم يعني ان انت تشيل ضفت له هيدروجين اللي انت حولته في الاخر للايه للماليت. بعد ما حولت الماليت، هو عنده شنط في الميتوكوندريا عادي، فيقدر ايه يعدي. طلع عندك بقى عندك الايه الماليت، فانت محتاج تعدي الماليت تاني، رجع له اوكسالو اسيتيت عشان ده الحاجه اللي بتشتغل عندي، فترجع الحاجات اللي انت اديتها له تقوم واخدها منه تاني. فيقوم هو جاي بالصوت سام، انت كنت مديله 2 هيدروجين، فتقوم واخدها منه تاني، وتقوم ايه بالصوت سام تديني الاوكسالو اسيتيت. تمام. الاوكسالو اسيتيت عايز يتحول للبي اي بي اللي هو الفوسفو اينول بايوفيت، هيقوم جاي بيتحول عن طريق ايه؟ عن طريق فوسفو اينول بايوفيت، هو كاربوكسيليز، كاربوكسي كاينيز اللي هي بي اي بي سي كي، يبقى كاربوكسي كاينيز. تمام. اللي بيحصل بالصوت مثلا، انا بشيل ايه؟ بشيل منها كربون دايكسيد جاز، خلاص زي ما انت شايف كده، وبحط الجي تي بي وتجواني الاي تي بي. يعني انا كنت ضايف هنا كربون دكسيد جاز في الاول عشان اخليها اوكسيد اسيتيت، بعد كده شلت منها كربون دكسيد جاز، بعد كده كونتها ايه عندي. طيب الفوسفو اينول بايوفيت، طبعا احنا عارفين من الجلايكوليسيس الفوسفو اينول بايوفيت بتحول البايوفيت عن طريق الايه بايوفيت كاينيز. تمام. طب ماشي بقى عندك البي اي بي بايوفيت، تبدا بقى تحولها لجليسرول دايت 3 فوسفيت عن طريق الايه بقى الانزيم والحوارات بتاعتك، اللي هي الحاجات الخطوات اللي هي بتبقى ريفرسبل عادي جدا من نفس الانزيم اللي انا لسه موريها لك في الدياجرام. جميل جدا. يبقى بصوت سامز بقول لك انا اتحولت لماليت عن طريق ماليت دي هيدروجينيز، الماليت هيبدا يرجع تاني عن طريق اوكسالو اسيتيت باي انذر ماليت دي هيدروجينيز، برضه ماليت دي هيدروجينيز تاني، عشان بحيث اللي هو يعمل لك ايه، يعني ماليت دي هيدروجينيز كانه بيديك هيدروجين ويرجع لك تاني. خلاص. وبعد كده استخدام الاوكسالو اسيتيت تتحول للبي اي بي. خلاص. طيب دلوقتي بقى ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه انت دلوقتي معاك ايه؟ معاك بالصوت النبع ده بالصوت السام، خلاص انت رجعت كل الحاجات دي، رايح للخطوه الثانيه اللي هي الايه ريفرسبل عندك في الايه بالصوت النبع سلام في اللي هي بتاعه البي اف كي. خلاص بتاعه البي اف كي اللي هي بتاعه الجلايكوليز دي الحاجه اللي ريفرسبل الثانيه. المهم ايه اللي بقى اللي عندك بقى؟ معاك فركتوز 6 فوسفيت. طيب بالصوت النبع سلام انت معاك الاول فركتوز 1 6 فوسفيت، دي الخطوه اللي انت ايه مش انت فركتوز 6 فوسفيت بتحط له البي اف كي واحد بتحوله لك الفركتوز 1 و6 فوسفيت. طب انت عايز تحول ده لده، هتقوم عامل لي ايه؟ تحط لي فوسفاتيز، تشيل منها الفوسفو، تشيل منها مجموعه الفوسفات اللي في بوزيشن نمبر 6 ونمبر 1. فكده اساسا انت عملت الجلايكوليز عن طريق الانزيم الثاني اللي هو الريفرسبل. طب وبعد كده الخطوه الثالثه برضه نفس الفكره، تشيل منها جلوكوز في اللي خليها بدل ما هي جلوكوز 6 فوسفيت تخليها جلوكوز بس.
تمام. طب ايه بقى الحاجات اللي بتطلع عندك؟ يعني ايه الاكزامبل بتاعت الجلايكوجينيسيس؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن اكون منها جلوكوز؟ اول حاجه اللاكتيت اللي هو اللاكتيك اسيد. طب اللاكتيك اسيد ده كان جاي منين؟ جاي من البيوفيت. يعني انت كونت البيوفيت راح للاكتيك اسيد عن طريق بيوفيت دي هيدروجينيز، صح؟ طب انا لو وقفت الانزيم ده وعكسته كنت فانا التفاعل ده ريفرسبل عادي رايح جاي، فبالصوت سلام لو انا سوري عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز، سوري البيوفيت بتحول لاكتيت لاكتيت عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز، تمام. طيب لو انا بقى ده تفاعل رايح جاي، فانا دلوقتي معايا لاكتيت بادئ باللاكتيت، فاكيد هشغل اللاكتيت دي هيدروجينيز هيكون لي بايوفيت واعمل نفس الخطوات بالظبط بتاعه البايوفيت للجلوكوز، تمام. ده اول واحد عندي. ايه تاني عندك بالظبط اللي هو بيقول لك اهو هحولها بايوفيت وهكذا؟ طب الجلسرول، ماشي، الجلسرول برضه نفس الفكره هتعملها. طب البايرونيت بنفس الفكره. ايه اللي بيحصل عندك بالصوت انا سامع؟ اول حاجه اللي هو البايرونيت ده بيكون معاك اهو، ده الشكل بتاعه، بتحوله لحاجه اسمها ساكسينايل كو اي. ساكسينايل كو اي ده كان موجود فين؟ في الكريبس سايكل. الكريبس سايكل كانت بتخش عندك الساكسينايل كو اي تخش تحول لك لوكزالو اسيتيت، بعد كده لوكزالو اسيتيت تحوله للباب اللي هو اللي انت عايز تكونه، بعد كده ترجع تاني تحوله لجلوكوز عادي جدا. جميل. طب هل عمليه الجلايكونوجينيسيس دي مهمه؟ قال لك طبعا، بتعمل لك بتمنع لك الهايبوكوميا الهايبوكاليجلايكيميا. ليه؟ بتمنع لك هبوط السكر لان بتعمل لك جلوكوز وتعمل لك نيوتريشن للتشيو اللي محتاجه عندي جلوكوز، تمام، زي البرين زي التست زي الحاجات اللي احنا سالناها. اعتقد كده العمليه كلها بقت واضحه في دماغكم وبقت ماشيه ازاي، الحمد لله. نقولها تاني سريعا بسرعه. انت معاك 2 بايوفيت عايز تحولها لايه؟ لجلوكوز. طب الاتنين بايوفيت اول حاجه تحط عليها بايوفيت كربوكسيليز، هنضيف كربون دايوكسيد جاز واي تي بي ومع وجود البيوتين، فتحول لك لاوكسالو اسيتات، تمام. الاوكسالو اسيتات بتحول البيب اللي هو البي اي بي اللي هو الفوسفوبين والبايوفيت عن طريق من اسمه كده بي اي في سي كي. سي كي اللي هو ايه؟ كربوكسيليز كاينيز. يعني انت شلت كربون دايوكسيد جاز اللي انت كنت ضايفها اصلا هنا في الاول وايه استخدمت اي تي بي تاني. طيب بعد كده بالصوت نفس الكلام، انت هتحول من 2 بي اي بي 2 بي اي بي اللي هو الفوسفوينول بايوفيت، هتحولها ل2 بس، هتحولها سوري بالصوت سام هنا دي 2 مليكيول قصده، يعني خسيرك من 2 دي خلاص، هتحولها ل2 ايه؟ فوسفو جليسريت اللي هو كان الاصلي بتاعه عن طريق ايه؟ عن طريق الانوليز اللي احنا اتفقنا عليه في عمليه الجلايكوليسيس. بعد كده هتحول ال2 فوسفو جليسريت ل3 فوسفو جليسريت، ده فرق ايه البوزيشن بتاع الفوسفيت عن طريق ايه؟ الميوتيز، تمام تمام بعد كده هتحول من ال3 فوسفو جليسريت تحولها ل1 و3 بس فوسفو جليسريت بالصوت سام عن طريق ايه؟ تحط هيدروليسيس برضه، تحط الفوسفو جليسريت كاينيز من اسمه كده كاينيز، خلاص عملتها وبدات ترجع لك الاصل بتاعها، تمام. بعد كده السمنت انت عندك ده هتقوم جاي محوله لجليسريل 3 فوسفيت عن طريق ايه؟ عن طريق برضه جليسرال دايت 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، انزيم مهم جدا عندك، تمام. بعد كده راح حولتها عندك. بعد كده السمنت محتاج تحول جليسرال دايت 3 فوسفيت ليه؟ عمال اللي ايه فاكرين اللي هو ده لما كان بيتكسر مع ذهب، فتقوم انت جاي معامله انت معاك 2 منه صح، فهتحول واحد منه لذهب، وبعد كده تقوم عامل 2 مع بعض في وجود الالدوز الالدوليز يتحولك لفركتوز 1,6 فوسفيت، لان احنا كنا نحول فركتوز 1,6 فوسفيت بنكسره يديك ذهب والجاب، صح. انت دلوقتي بس معاك الايه؟ معاك الجاب 2 مليكيول منها، فتحول مليكيول واحد منهم لذهب، وبعد كده الاثنين مع بعض اللي هو واحد ذهب مع واحد جاب هيديك ايه بالصلاه والسلام؟ اللي هو فركتوز 1,6 فوسفيت. بعد كده الخطوه الثانيه ديت بتبقى بالصلاه والسلام هتعمل ايه؟ انت دلوقتي عايز تحول من 1,6 فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت بس، هتحط الايه؟ الفوسفوتيز. اتفقنا نفس السبستريت اللي انت شغال عليه بس لكن هتحط ايه؟ فوسفوتيز. خلاص احنا اتفقنا الرياكشن ده از ايريفرسبل لان البي اف كي واحد دوت هي عباره عن حاجه ايريفرسبل، فلذلك هقوم جاي حاطه الفوسفوتيز انزيم من عندي. بعد كده هتقوم جاي دوت محوله للجلوكوز عن طريق الايزوميريز، وبعد كده الجلوكوز 6 فوسفيت عايز تحوله للجلوكوز العادي. اتفقنا ده تاني تالت رياكشن عندي ايريفرسبل اللي هو بتاعه الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز، هتحط برضو جلوكوز 6 فوسفوتيز عشان تشيل الفوسفات بوزيشن نمبر 6. كده انت جودت الجلوكوز، مبروك عليك. خلاص يبقى ده لو انت ماشي كده جلايكوليسيس، لو انت ماشي لتحت الفوز وانت شايف كده جلايكونيوجينيسيس. اتمنى الموضوع يكون مفهوم وواضح باذن الرحمن. يبقى كده احنا بص خلصنا المحاضره كلها في 30 دقيقه، خلاص خلصت معاك المحاضره، مبروك عليك. يعني اقل كمان يعتبر تلت ساعه خلصنا، تمام. هنقرا بقى الكلام ده في السلايد. طب اللي ما فهمش حاجه خالص من اللي فات دوت ولا يهمك خالص، هنعيدها مره واثنين وثلاثه وعشرة باذن الرحمن لحد ما تفهم. وانا متعمده جدا ان انا اجيب الستريشن واجيب صور واجيب فيديوهات علشان تثبت المعلومه، زائد ان الكلام اللي في السلايد يكون كده باذن الرحمن المعلومه ثبتت لينا جميعا باذن الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الميتابوليزم اوف الكربوهيدرات، اتفقنا خلاص بتبقى عباره عن ايه؟ دي خلصناها الجلايكوليسيس، خلصنا
بتاعت اللي حولناها الاستايكو ايه عشان ندخلها في كريبس سايكل. الثلاثه توبيك دول احنا خلصناهم. التوبيك بتاع المحاضره بتاعت النهارده جلايكونيوجينيسيس، هي عباره عن فورميشن اوف الجلوكوز فروم نون كربوهيدرات. تمام. طب في فرق بين جلايكونيوجينيسيس وجلايكوجينيسيس؟ هبقى دي جلوكوز، جلايكوز كانك بتكتب كلمه جلوكوز عادي، اما دي كانك بتكتب جلايكون. جلايكون الجلايكوجين، جلايكوجين اللي هو الاستورج فورم بتاع الجلوكوز، ونيسيس يعني انت بتكون. يبقى دي عمليه تكوين الجلايكوجين فروم الجلوكوز ان ايه ليفر اند ماسلز. يبقى في فرق بين الاثنين، دي جلوكوز نيوجينيسيس يعني كده بتكون جلوكوز جديد، اما دي جلايكوجين نيسيس يعني تصنيع الايه الجلايكوجين الموجود في الليفر والماسلز. طب بعد كده جلايكونيو دي بقى ايه جلايكوجين، بعد كده لايسيس يبقى انت تكسير، عمليه التكسير الايه الجلايكوجين. بعد كده هيكس هرمون وفوسفيت شنط، دي عباره عن التيرناتيف باسواي لعمليه الجلايكوليسيس مش مهمه عندي دلوقتي. بعد كده اذر باسواي فور ميتابوليزم مش مهم. كل الحاجات دي انت عشان تعمل ايه تظبط الجلوكوز بتاع الدم عن طريق برضه الريجوليشن او السبستريت. طيب اول حاجه بالصوت زي ما انت شايف كده هي عباره عن جلايكونيوجينيسيس، هي عباره عن ايه از ذا باسواي وان ويتش ذا جلوكوز از سينثيسيس فروم نون كاربوهيدرات. اتفقنا خلاص. ايه الحاجات النون كاربوهيدرات؟ مثلا بايوفيت، لاكتيت، امينو اسيدز، جليسرول، بروبيونيت، ما احنا اتفقنا وخلاص. طب البروبيونيت في معلومه صغيره دي بتكون موجوده عندي، رامينانت انيمال. يعني ايه رامينانت انيمال؟ اللي هي الحيوانات اكلات العشب زي البقر زي الغزال زي الحاجات اللي بتاكل ايه العشب. طب يا جماعه طب ليه؟ قال لك عشان بالصدفه دي بتبقى جايه لك من فاتي اسيد، بتبقى اود نمبر اوف فاتي اسيد، بس مش مهم دلوقتي ان لما يجي وقتها. المهم يعني بتكون جايه من فاتي اسيد، الفاتي اسيد دي بتكون موجوده عندي في الفيجيتابل، الحاجات اللي بتاكل فيجيتابل، الفيجيتابل اللي هي اللي بتاكل خضار، فلذلك هي دي مور كومن اكتر في الاي الانيمال زان الايه الهيومن، وخاصه الانيمال اللي هي مين؟ اللي هي الرامينانت اللي هي اكلات الايه العشب. طيب الهيومن جلايكونوجينيسيس بتاخد ايه في الليفر اساسي ولكن ليس اكستند في الكدن، يعني كميه قليله تحصل في الكدن. طب انا عشان اعمل جلايكونوجينيسيس زي ما انت شفت كده اكيد محتاج الميتوكوندريا. طب ليه؟ الخطوه الوحيده اللي محتاج فيها الميتوكوندريا التعيسه اللي هي بتاعت مين؟ بالصفه السامي اللي هو البايوفيت كاربوكسيليز اللي هو بيكون موجود بس في الميتوكوندريا. دي الخطوه الوحيده اللي انا عايز احول من بايوفيت لاوكسالوست، دي اللي بحتاج فيها الميتوكوندريا. بعد كده الباقي بحتاج السيتوسوليك انزيم، علشان اتفقنا العمليه الجلايكونوجينيسيس هي عكس الجلايكولايز، وكل الانزيم بتاعت الجلايكولايز بيكون موجود عندي في الايه في السيتوسول. طيب بتحصل امتى؟ قال لك بتحصل في البرولونج فاست، اتفقنا خلاص، لان تكون انت عندك صايم كتير جدا فيبدا يحصل لك ايه في الايرلي فاستنج اللي هو الصيام في الاول اول ساعات كده من الصيام، هتلاقي الجلايكوجين هيبدا يتكسر خلاص. طب بعد كده برولونج انت بقى صايم 12 ساعه، صايم 24، صايم 17 ساعه مثلا، فيبدا بعد ما خلصت انت كميه الاستورج فوق بتاعه الجلايكوجين عايز تكون جلوكوز، فيكونه لك من نون كاربوهيدرات، فيبدا يعمل لك ايه بالصوت صيام، لازم يتصنع من جديد خلاص. دي نوف يعني فروم ذا بيجنينج، يبقى دي فروم ذا بيجنينج خالص من البدايه نهائي خلاص، من البدايه تماما خلاص، عشان تظبط الجلوكوز ايه ليفل. يبقى ساعتها الميجر ميتابوليتيك سنجنيفيكانت اوف جلايكونيوجينيسيس عشان تظبط لك الجلوكوز ليفل ديورنج البرولونج فاستنج او الاستارفيشن. لازم يقول لك برولونج فاستنج مش فاستنج بس، لان في الاول في الصيام بيعتمد على الجلايكوجين اللي هو يكسره لك ويحوله لك لجلوكوز. طب ليه؟ عشان في شويه تيشو بتكون اساسيه عندي زي البرين زي التست زي الرينال المضله زي الايريسوسايت، كل الحاجات دي بتكون محتاجه جلوكوز تملي عشان تعمل لك ميتابوليتيك فلو وتقدر تعيش. طيب بعد كده الجلايكونيوجينيسيس هي عباره عن ميكانيزم، طبعا اتفقنا خلاص، الموفينج اوف الميتابوليتيك واستس زي ايه؟ زي البايوفيت زي اللاكتات والحاجات دي. طب ليه؟ عشان انت عملت الجلايكولوسيس، مش انت حولت من جلوكوز لبايوفيت ولاكتات والحاجات دي؟ طب انت عايز تشيل الحاجات الواستس دي، ما هي دي واستس مالهاش لازمه. ده بالعكس، دي حاجه الجلايكونيوجينيسيس دي حاجه كويسه جدا ليك. ليه؟ لان اللاكتيك دوت لما بيتراكم عندك في الماسلز وحاجات كده، ده بيستخدم يؤدي يعمل لك ايه كرامب، يعمل لك تشنجات عضلي وهكذا، فانت عايز تتخلص منها فتتعمل لك تعمل عمليه الجلايكونيوجينيسيس زي الجليسرول واللاكتيت والحاجات دي كلها. تمام. طيب ايه بقى الرياكشن بتاعتك؟ بيقول لك الجلايكونيوجينيسيس هي عباره عن موست اوف انزيم اللي موجود عندك في الجلايكولوسيس زي ما احنا لسه قايلين، بس هي نوت سيمبل ريفرسبل اوف جلايكولوسيس. يعني انت تقدرش تقول لي عمليه الجلايكونيوجينيسيس هي عكس الجلايكولوسيس على طول ريفرسبل كده على طول، لا هي نوت سيمبل، مش سيمبل للجلايكولوسيس. نتيجة ايه؟ انت عندك 7 انزيم في الجلايكولوسيس بيكونوا ريفرسبل، ولا 3 انزيم، ومشكلتي عندي بقى في الثلاثة انزيم دول، 3 انزيم هما اللي بيقول يكون ايه ريفرسبل. يبقى زيز ماشي بالصلاة على النبي السلام، فانت ال 7 انزيم هتستخدمهم عادي، اما الثلاثة الريفرسبل انزيم ديت اللي موجودة عندي في الجلايكولوسيس لازم نعمل لها نبدلها بأربعة الترناتيف رياكشن اللي بتكون عشان تكون لك الجلوكوز. دي بتبقى يوني كيو فور جلايكونيوجينيسيس، الأربعة انزيم اللي أنا هقول لك عليهم دلوقتي بتبقى يوني كيو في الجلايكونيوجينيسيس فقط، اللي هي عملية تصنيع الجلوكوز فقط، حاجات يوني كيو ليها. طب أنت أكيد عرفت الأربعة انزيم، فأنت شاطر وهتقول لي دلوقتي، هتقول لي أول حاجة بالصلاة على النبي البايوفيت كاربوكسيليز عشان ضفت كاربوكسيليك أسيد
كربون دكسيد جاز يعني عندك للبايوفيت. تاني انزيم عندك بيكون تبع الجلايكونيوجينيسيس، من غير ما تبص دلوقتي هتقولي بيستخدم بي اي بي اي بي سي كي، يعني بي اي بي سي كي. انا دلوقتي عايزه اكون فوسفو انول في بايوفيت، وبعد كده اعمل له كاربوكسيليز كاينيز اشيل كربون دكسيد جاز ويا كاينيز استخدم اي تي بي. تالت عندي انزيم ايرفرسبل في عمليه الجلايكونيوجينيسيس اللي هو بيستخدم ايه من اسمه كده الفراكتوز، تمام؟ الفراكتوز 1 و6 فاكتوز 1 و6 ايه فوسفوتيز، اذا اشيل فوسفيت عشان اخليه بس فاكتوز 6 فوسفيت، واخر انزيم اللي هو الجلوكوز 6 فوسفوتيز نفس الفكره بالظبط. او دي الدايجرام اللي احنا لسه ايه شرحناها من شويه بالظبط، بيكون عندك دي كده ايه جلايكولوسيس، مش هشرحها جلايكولوسيس، انا همشي ايه الجلايكونيوجينيسيس. البدايه البايوفيت بتحولها الاول لوكزالو اسيتيت عن طريق ايه؟ عن طريق بايوفيت كاربوكسيليز، ده انول انزيم. بعد كده الاوكزالو اسيتيت بتطلع في السيتوبلازم، وعرفنا ازاي وهنشرحها تاني باذن الرحمن عن طريق بي اي بي اللي هو فوسفو انول بايوفيت كاربوكسيليز، ده تاني انزيم عندك. بعد كده تعمل كل نفس الخطوات الريفرسبل سوري انزيم اللي موجود عندك في الجلايكوليسيس لحد ما توصل للخطوه اللي هي الريفرسبل بتاعت البي اف كي 1. هذا هقوله ازاي؟ هجيب فركتوز 1 6 فوسفيت اللي انت شغال عليه اصلا وتحطه فوسفوتيد عشان تشيل الفوسفيت في البوزيشن نمبر 1، وبعد كده تحوله لي اللي هو الريفرسبل عادي الايزومر بتاعك وكده. بعد كده تحول من جلوكوز 6 فوسفيت عن طريق تجيب لي جلوكوز 6 فوسفوتيز تشيل الفوسفيت في البوزيشن نمبر 6، هتديك في الاخر الجلوكوز كده. مبروك عليك خلاص. طيب يبقى دي كده الانزيم عندك، دي اتفقنا عليها بلا بلا بلا، ودي الاربع الانزيم اللي انت لسه قايل لك عليها بايوفيت كاربوكسيليز ده وفصاد البايوفيت كاينيز، هما الاثنين دول الخطوه الوحيده اللي بتحتاج اتنين انزيم ماشي، اللي هي بايوفيت كاربوكسيليز الاول عشان احولها لاوكسالو اسيتيت، وبعد كده الاوكسالو اسيتيت عشان احولها للبيب بحتاج الاي بي اي بي سي كي اللي هو عباره عن فوسفو انول بايوفيت كاربوكسيليز كاينيز. بعد كده بصصنا البي اف كي بنحتاج خلاص فوسفوتيز، هنا فوسفوتيز كده تمام، دي كده الانزيم اللي انت ايه بتحتاجها معاك. يبقى هيبدا يقول لك التفاعلات الثانيه. البايوفيت اول حاجه بتحول البي اي بي البي اي بي ازاي؟ قال لك عن طريق خطوتين، اول حاجه البايوفيت بيخش جوه الميتوكوندريا عن طريق ايه؟ عن طريق الترانسبورت بتاعه. طب ليه يا دكتور؟ عشان البايوفيت كاربوكسيليز مش موجود، الانزيم دوت مش موجود غير في الميتوكوندريا، مش موجود عندي في السيتوبلازم. ابدا يحصل ايه في الميتوكوندريا؟ يحصل اول حاجه خطوه البايوفيت يتحول نضيف له كربون دايوكسيد جاز في وجود البايوفيت كاربوكسيليز، ونحط الاي تي بي والبيوتين اللي هم التوابع بتاعه الكاربوكسيليز انزيم. ايه كاربوكسيليز انزيم؟ لازم تلاقي بديله اي تي بي زائد البيوتين، هتلاقي بالصوص كربون دايوكسيد جاز طبعا ماشي، كربون دكسيد جاز هيديك اوكسالو اسيتيت. يبقى زي ما انت شايف كده البايوفيت ضفت له كربون دكسيد جاز، ضفت له بيوتين، ضفت له اي تي بي، يكون لك الاوكسالو اسيتيت ازيا كوانسي. بعد كده بالصوصام عايز يطلع في الايه في الاوكسالو اسيتيت، عايز يطلع في السيتوبلازم. يروح في السيتوبلازم ازاي؟ قال لك بالصوصام البيب كاربوكسيل كاينيز ده موجود في السيتوبلازم اللي هو البي اي بي سي كي، ده موجود في السيتوبلازم. يبدا يعمل لك دي كاربوكسيليشن، يعني انت ضفت كاربوكسيليشن بعد كده شلت الكاربوكسيليشن. طب ايه الفايده من كده؟ زي ما انت شايف كده بالصوصام انت ضفت هنا كربون دكسيد جاز في البوزيشن ده صح، ده انت عايز تكون ايلول. ايلول دوت عشان تكونه ماشي لازم يكون دبل بوند موجود عندك زي ما انت هنا شايف، فانت لازم تقدر تشيل لي مجموعه الكربون الثاني، يعني كربون دكسيد جاز كانها عملت سهلت ان انت تعمل انول عندك. فالانول اللي هو الانزيم بتاعها اللي بيشتغل اللي هو الفوسفو انول ايه بايوفيت كاربوكسيليز. المهم يعني هتقوم عامل دي كاربوكسيليشن تشيل كربون دكسيد جاز وتقوم عامل لي فوسفوتيشن، يعني انت شلت كربون دكسيد جاز وقمت عملت لي فوسفيت ثاني جروب. طب هل هنا بالصوت نفس سلام الاي تي بي هنا ضفت مجموعه فوسفات؟ لا ما ضفتش مجموعه فوسفات، هي كانت سورس بس اوف انرجي. يبقى الاي تي بي ديت مش سورس اوف الفوسفات خلاص، نوت سورس اوف الاي فوسفات، دي سورس اوف انرجي اونلي في الكاربوكسيليز. اما هنا كاربوكسيليز كاينيز اه دي سورس اوف الفوسفات، انا ضفتها بوزيشن نمبر 1 2 3 رقم 2 تمام، يبقى ده فوسفو انول اي بايوفيت. طيب بصوا طب انا بستخدمها الاي تي بي او مجموعه الفوسفات دي بضيفها از اي اس جي تي بي، هي عباره عن فوسفات دونر بتدي فوسفات دونر. هقول لك دلوقتي المشكله بتاعه الاوكسالو اسيتات، ايه المشكله؟ الاوكسالو اسيتات ما مش يخش جوه الميتوكوندريا عشان الاوكسالو اسيتات لازم كده ايه عايزه انقله من الميتوكوندريا للسيتوسول، فانا هنقله ازاي؟ عن طريق الماليت شانت. يبقى الماليت شانت بتتحول ازاي؟ اول حاجه في الميتوكوندريا الاوكسالو اسيتات يحصل له ريدوس للماليت، اعمل له ريدكشن. اعمل له ريدكشن ازاي؟ ان انا اضيف له 2 كربون 2 ايه هيدروجين خلاص عن طريق الماليت دي هيدروجينيز انزيم. يبقى انت دلوقتي بتستخدم في الميتوكوندريا زي ما انت شايف كده عندك الاوكسالو اسيتات هضيف له هيدروجين عن طريق الماليت دي هيدروجينيز في وجود الناد هيكون لي الماليت. دلوقتي انا عندي شانت للماليت تقدر تعدي كده انا عديت الحدود مع السلامه. بعد كده مريت يحصل له ديفيوز ذا سوبر ميتوكوندريا عادي جدا. بعد كده مريت انا عايزه ارجعه ثاني لاوكسالو اسيتات او محطه له برضه نفس الانزيم اللي هو مريت دي هيدروجينيز بحيث اللي هو يشيل الهيدروجين ويديها للناد ويتحول لي لناد اتش ويديني بالصوصام اللي هو الاوكسالو اسيتات ثاني عن طريق ايه؟ هنا بقى الفرق ايه؟ دي السيتوسوليك مريت دي هيدروجينيز، اما دي ميتوكوندريا مريت دي هيدروجينيز. يبقى الفرق ده المريت الدي هيدروجينيز اللي هنا اللي في ميتوكوندريا بتديك هيدروجين بيعمل لك ريدكشن. طب المريت اللي موجود عندك في السيتوبلازم بيعمل لك
اوكسيديشن يعني بيشيل لك الهيدروجين. خلاص يبقى ركزوا في الحاجات ديت عشان ممكن تكون موضوع سؤال. ودي سمعي بسرعه سريعه، البيوفيت دخلت عند المي المنتقدر عن طريق ترانسبورت، البيوفيت بدا يعمل له اول حاجه كاربوكسيليشن عن طريق البيوفيت كاربوكسيليز في وجود الاي تي بي في وجود البروتين، تحول لك الاكسيد والاسيتات. الاكسيد والاسيتات عايز يعدي فلازم احوله لماليت، فقوم جايبه له ماليت دي هيدروجينيز بتاع الميتوكوندريا. خلاص هيتحول لماليت كده، عملت الايه بالصصم ايه حولته لماليت. بعد كده ماليت هقوم جاي عامله له دي هيدروجينيز تاني، ماليت دي هيدروجينيز بتاع السيتوسوليك اللي موجود في السيتوبلازم عشان يتحول لك الاكسيد والاسيتات. الاكسيد والاسيتات هجيب البي اي بي كاربوكسي كاينيز، هيتحول لك في الاخر البي اي بي عندك في النهايه في وجود اي تي بي. تمام. طيب بعد كده تمشي بقى على خطوات كلها الايرفرس بتاعت السيتوبلازم عادي جدا بتاعت الجلايكولايز. يا في السيتوبلازم هي السايت بتاعت الجلايكولايز، اتفقنا؟ خلاص بالصصام البي اي بي تبدا بقى تتحول للريفرسبل انزيم بتاعت اللي احنا لسه قايلينها لحد ما توصل للخطوه اللي هي الثانيه الريفرسبل اللي هي بتاعت الفراكتوز اللي هي بتاعت البي اف كي. تمام. البي اف كي بالصصام دي الخطوه الثانيه او الثاني انزيم عندي بالصصام مش بيكون ايه الريفرسبل. خلاص فهتفضل تمشي عادي جدا، هتقوم رايحه الخطوه دي. طب الخطوه دي بنحتاج ايه؟ اتفقنا خلاص انت معاك فراكتوز 1 6 فوسفات، عايز تحوليه لفراكتوز 6 فوسفات بس، فتحط لي فراكتوز ايه فوسفوتيز. المهم تحط لي فراكتوز فوسفوتيز يشيل لك البوزيشن نمبر 1 فيها الفوسفات ويحوله زي ما انت شايف كده فاكتوز 6 فوسفيت. بعد كده فاكتوز 6 فوسفيت هتحول لجلوكوز 6 فوسفيت عادي جدا طبعا الايرفرسبل عن طريق الايزوماريز والحوارات دي كلها لان دي ايرفرسبل. بعد كده ال 6 فوسفيت الجلوكوز 6 فوسفيت عايز تحوله لجلوكوز، طب ده انت كان بيتحول من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق الهيكسوكاينيز او الجلايكوكاينيز والاثنين دول ايرفرسبل، فقوم جايبه له عامله له حاطه له انزيم ثاني اللي هو جلوكوز 6 فوسفوتيز اللي انا اشيل بوزيشن نمبر 6 اشيل من مجموعه الفوسفيت كده. انت مبروك عليك كونت الجلوكوز. وده كده السمري كله بتاع كل الخطوات اللي عندك. تمام. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان العمليه دي كلها كانت بتحتاج اي تي بي. ليه؟ لان انت عمال تمشي العكس. انت اصلا الجلوكوز كان الجلايكولايسيس كانت عمليه يتكون لك اي تي بي، بيتكون من جلوكوز البيوفيت، عمال تفقد اي تي بي مولكيول كتيره من اي تي بي. طب هنا بالصطر سم هتلاقي انت عمال تستهلك اي تي بي من اول خطوه خالص اللي انت هنا بالصطر النبي عليه السلام زي كان سي هنا من اول خطوه خالص اللي هو بيوفيت كاربوكسيليز احتاجت اي تي بي، الخطوه الثانيه احتاجت اي تي بي، خطوه مش عارفه ايه احتاجت دي. فانت عملت تستهلك كونسيومينج اوف الاي تي بي. فلذلك لما تيجي تشوف في الاخر النت بتاعت الاي تي بي اللي انت بتستهلكها، يعني انت عشان تعمل الخطوه بتاعت الجلايكونيوجينيسيس لازم يكون عندك سورس اوف اي تي بي. طب واحد يقول لي انت دلوقتي بتقولي اثناء الصيام صح وانا مش باكل حاجه صح، طيب هجيب اصلا الاي تي بي دي ازاي؟ انا دلوقتي عشان اكون العمليه محتاج طاقه، طب انا مش معايا طاقه اصلا لان انا بكون في الصيام مهبط ومش معايا طاقه خالص واحتاج اكون ايه طاقه، محتاج مش هكون طاقه، لا انا محتاج الطاقه ديت عشان استخدمها في عمليه تكوين الجلوكوز. طب انا هجيب الطاقه منين؟ هقول لك مش انت عندك، عشان كده يقول لك ايه لما بالصدفه تكون صايم مثلا ممكن تحرق من الدهون، او لما مثلا ما بتاكلش جلوكوز والحاجات دي ممكن تحرق من الدهون. ليه؟ لان الدهون ديت هي الاستورج فورم. دلوقتي انا خلصت الاستورج فورم او الاستورج فورم اللي هو الجلايكوجين صح، هقوم رايح بقى اخد الدهون مثلا موجوده مثلا في الارداف في الكرش في الكتاف والحاجات دي اخدها واكسرها اعمل لها بيتا اوكسيديشن للفاتي اسيد الموجود عندك. وطبعا لما بعمل الاكسديشن للفاتي اسيد اكسرها ديت الدهون المكلتله ديت هتحول لي هتديني هاي اماونت اوف اي تي بي. طبعا هتحول لاستايل كوين، المهم يعني هتديك هاي اماونت اوف الاي تي بي. هاي اماونت اوف الاي تي بي ديت هعمل لها كونسيومنج في عمليه الجلايكونيوجينيسيس، يبقى انا كده كاني مني فيا. يعني عمليه الجلايكونيوجينيسيس لازم تمشي بالتتابع مع اللايبولايسيس. ليه؟ لان اللايبولايسيس اللي انت تكسر اللايبوز دي السورس اوف انرجي اللي انا هحتاجه عشان اكون الجلايكونيوجينيسيس. خلاص. طب انت بتحتاج كام مولكيول؟ محتاج 6 اي تي بي. ليه؟ لان كل واحده بيوفيت عشان تتحول لجلوكوز بصوت سام بتحتاج 3 اي تي بي. طب انت عندك 2 بايوفيتش يبقى انت محتاج 6 اي تي بي زائد 2 ند اللي عندك عشان تكون لي 1 جلوكوز من 2 من البايوفيت. اتفقنا؟ اتفقنا. تيجي نعد الجلوكوز الاي تي بي اللي احنا محتاجينهم، ادي اول واحد، ده كده تاني واحد بالصوت انا بسام، ادي كده تالت واحد، بعد كده بصوت سام انت عندك اهو هنا، بعد كده هنا رابع واحد فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عليك انا بعد السلام. انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم، سوري انت دلوقتي كده معاك 3 صح؟ انت دلوقتي عشان تحول من بايوفيت للجليسرال دايت 3 فوسفيت معاك 3 اي تي بي محتاج تكونتهم. ادي اول واحد اهو 2 3 3. طب انت محتاج انت معاك مفهوم معاك 2 بايوفيت، فهتضربها 3 دي في 2 يبقى انت معاك 6 اي تي بي محتاجهم. الناد عندك كام ناد؟ هتلاقي عندك واحد بس ناد اللي انت محتاجه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو هو ده. خلاص ده الوحيد هتضربه في 2 عشان انت عندك 2 بايوفيت، فلذلك هتحتاج 2 نات. بقول لك هنا بنعمل كونسيومنج للانرجي ازاي؟ عن طريق الصلاه والسلام انت الجلايكونيزيس بتعمل لك كونسيومنج للانرجي، احنا اتفقنا خلاص. بتجيب بتجيب الانرجي منين؟ عندك بتعمل كونسيومنج ل 4 اي تي بي 2 جي تي بي، هما الاثنين نفس السيم، هما الاثنين نفس الحاجه، يعني انت ممكن تقول 6 اي تي بي خلاص خلصت الحدوته، بس هو يفصل لك يعني السته دول جت منين و 1 2 مولكيول اوف الايه؟ اوف النات. طب ايه الانزيم اللي بتعمل كونسيومنج للانرجي؟ اول حاجه الفوسفو البايوفيت كاربوكسيليز، اعتقد دي مش هتنساها لان لازم يكون معاها
معايا الاي تي بي وبالصوت سلام عندك ايه بالصوت سلام تاني وبتحتاج البيوتين وبتحتاج كربون دايوكسيد جاز. تمام تمام بعد كده البي اي بي البي اي بي بسم الله الرحمن الرحيم كاربوكسي كاينيز. كاربوكسي كاينيز ده بتحتاج فيها الجي تي بي وديت بتبقى السورس اوف الفوسفيت. بعد كده الفوسفوجليسرايد كاينيز ده بالصوت سلام برضه بيحتاج 2 اي تي بي عشان انت بتعمل ملتي بلاي يعني. وبعد كده اخر حاجه الجليسرايد 3 دي هيدروجينيز. يبقى انت عندك 2 كان دول بتوع البايوفيت كاينيز خلاص اللي هم عكس الجلايكولايز ودول بالصوت سلام عندك اللي هو الفوسفوجليسرايد كاينيز والجليسرايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز دول اللي بتحتاج فيهم اي تي بي. طب الانرجي بتيجي منين؟ بتيجي عن طريق البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد بكسر الفاتي اسيد بالصوت سلام يديني الايه يديني الانرجي. الانرجي دي او مستخدمه في عمليه الجلايكونيوجينيسيس. هنبدا نتكلم على السبستريت. احنا اتفقنا خلاص اتكلمنا على البيوفيت خلصناه يبقى دي السبستريت اتفقنا ازاي بتمشي وهكذا. طب الاوكسالو اسيتات اكيد الاوكسالو اسيتات انت بتعمل ايه؟ مش انت بتحول من بيوفيت لاوكسالو اسيتات ومن اوكسالو اسيتات تحولها لبيب؟ طب انت اكيد انت دلوقتي بدل ما عمليه الخطوه بتاعت البيوفيت انها تتحول لاوكسالو اسيتات مش موجوده فانت كده وفرت في الطاقه اكتر. ليه؟ لان عمليه الخطوه بتاعت البيوفيت لاوكسالو اسيتات كنت هستخدم بيوفيت كاربوكسيليز وكنت هستخدم مليكيول اوف او تي بي فانا وفرت مليكيول اوف او تي بي وفرت كمان 2 مليكيول اوف الاي تي بي. فبالصوت سلام زي ما انت شايف كده بيقول لك هي عباره عن ايه؟ يبقى دي عباره عن انترميديت انكريبس سايكل ودي بتبقى عباره عن جلايكونيوجينيسيس بنستخدمها عندي. طب اللاكتيت اكيد انت دلوقتي هتحول اللاكتيت لبيوفيت ومن بيوفيت هتحولها لي ليه؟ بالصوت سلام الجلوكوز سهله جدا لان اللاكتيت ده جاي من البيوفيت اصلا. طب اللاكتيت ده بيجي فين؟ بيكون ايه؟ نتيجه الاكسرسايز بتاعه السكيلتال ماسلز. لما انت ما عندكش اكسجين سفيشنت البيوفيت يبدا يتحول للاكتيت نتيجه انت ما عندكش ايه اكسجين يحصل له ايه عن طريق ايه لاكتيت دي هيدروجينيز في وجود الانيروبيك اسبيريشن. واتفقنا خلاص الار بي سي تملي بتطلع لك لاكتيت لان الار بي سي ما فيهاش اي ميتوكوندريا فلازم لو انت تطلع لك اي تي تطلع لك لاكتيت فانت تستخدم اللاكتيت اللي بتطلعه لك عن طريق بالصوت سلام تحولها الاول بيوفيت عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو التفاعل الريفرسبل دوت وبعد كده تقوم تحوله لجلوكوز عادي جدا. طب انت اللاكتيت دي هيدروجينيز كان بيعمل لك ايه؟ كان بيحول لك من بيوفيت للاكتيت صح عن طريق انت بتستعمل كونسيومنج للناد اتش صح لان احنا اتفقنا في عمليه الانيروبيك ريسبيريشن ما بيكونش عندك اكسجين فالناد دي عايزه تتحول لناد بلس فهي مش معاها حاجه معهاش اي اكسجين ولا اي حاجه تديها الاتش غير البيوفيت. فبالصوت لو انت مشيت بقى العكس هيحصل ايه؟ هتحولي من ناد لناد اتش العكس بقى لو انت مشيت العكس العمليه يعني العمليه وهي ماشيه كده انت بتمشي كده متحولي من ناد اتش لناد اي بلس. طيب بالصوت لو مشيت بقى العكس هتحولي من ناد بلس لناد ايه لناد اتش. طب معنى كده انت طلعت لك سورس اوف انرجي يعني انت طلعت لك مليكيول اوف الايه اوف الانرجي. فبالصوت نفسها يبقى انت معنى كده انت معاك هنا ايه هتطلع لك 2 لان انت هتكوني من لاكتيت 2 لاكتيت منها هتكوني 2 بايوفيت صح فانت كانك كونت لي 2 ناد اتش. طب مش انت بتستهلك 2 ناد اتش يعني كانك بالظبط رايح تشتري حاجه مثلا ب 100 جنيه خلاص وانت كسبت 100 جنيه يبقى انت ولا كانك دفعت حاجه في الحاجه فاهم حاجه يعني يعني مثلا انت لو رايح تشتري من حد مثلا حاجه ب 100 جنيه تمام. طيب بالصوت انا بلا بد السلام ال 100 جنيه ديت انت رايح تدفعها له وقال لك لا ده انت مبروك عليك كسبت معانا حاجه ب 100 جنيه فانت مش هتحتاج تدفع ولا تاخد خلاص. فانت دلوقتي كنت كونت لي 2 ناد اتش نتيجه انت حولت لي 2 بايوفيت ل 2 لاكتيت سوري 2 بايوفيت فانت كانك ايه كسبت 2 ناد اتش. بعد كده تروح تصرفهم في عمليه اللي احنا اتفقنا خلاص اللي احنا بنحتاج الناد فين بالصوت انا فاهم في عمليه تحويل البايوفيت للجلوكوز فبخسر 2 ناد. فلذلك الكونسيومنج بتاع التوتال انرجي في عمليه تحويل اللاكتيت لجلوكوز هي اونلي 6 اي تي بي اللي هي ايه اللي عندك بس خلاص مش محتاج ال 6 اي تي بي ما بحتاجش الاثنين ايه ناد اللي عندك. طب عندي حاجه اسمها كوري سايكل او اللاكتيك سايكل اسيد ايه بقى اللي اسمها؟ بص اول حاجه كوري يبقى ايه اسم غير كده اعرف ده اسم ساينتست خلاص اسم عالم. لاكتيك اسيد بنوضحه من اسمها واضح جدا وخاصه في الامتحان هيجي يسالك اكيد بالكوري مش اكيد يعني مش هيسهلها لك ويقول لك لاكتيك اسيد والله على حسب الدكتور اللي ممكن يسالك ويكون طيب معاك. طب ايه الفكره بتاعت كوري سايكل؟ طيب الكوري سايكل ديت انت دلوقتي بتعمل اكسرسايز تمام في الماسلز فالماسلز بتحول لك من جلوكوز للاكتيز للاكتيت عن طريق انها تحول لك من جلوكوز لبيوفيت ومن بيوفيت للاكتيت عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز تمام. اللاكتيت دوت يمشي 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 يروح لمين؟ لصديقنا الصدوق الليفر. يروح عندك للليفر يبقى ديورنج اكسرسايز الجلوكوز خلاص اتحول كده فعندها تقوم ماشيه رايحه للبلد تقوم رايحه للليفر بعد كده تقوم رايحه للليفر بالصوت سامع عايزه احول هالجلوكوز لان الماسلز دلوقتي ما عندهاش اكسجين محتاجه جلوكوز محتاجه انرجي فتقوم جايه محولها لك لجلوكوز ازاي؟ عن طريق ان تحول لك للاكتيت لبيوفيت ومن بيوفيت لجلوكوز يبقى تحوله لك لبيوفيت تاني عن طريق ان تعمل لك جلايكونيوجينيسيس بحيث انها تستعمل لك الجلوكوز والجلوكوز يقوم راجع تاني بالظبط ويقوم رايح للماسلز. لذلك هي عباره عن سايكل ليه؟ لان انت دلوقتي بتحول في الماسلز بتحول من جلوكوز للاكتيت وفي الليفر بتحولي من اللاكتيت لجلوكوز والجلوكوز يروح تاني للماسلز يغذيها لو انت ما عندكش اي اكل بتاكله معاك. اتفقنا؟ اتفقنا. طابع سبستريت يبقى احنا اتكلمنا بالصوت سلام على ايه؟ اتكلمنا على البيوفيت اتكلمنا على اللاكتيت
وبالظبط انا سام تالت واحد اللي هو كان ايه السبستريت واللاكتيد او الاوكسالواسيتات. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على الامينو اسيد. ايه الامينو اسيد ديت؟ اللي هي البروتينات. ينفع اجيب من اجيب جلوكوز من البروتينات؟ اه قال لك اه. مش انت خدت في البايو كيمستري 1 اللي احنا عندنا حاجه اسمها جلوكوجينيك اسيد او جلوكوجينيك امينو اسيد وكيتو كيتوجينيك امينو اسيد اللي هو الايه؟ كل الامينو اسيد لما يتكسر يديك كيتون، او الجلايكوجينيك اسيد اللي هي لما بتتكسر كانت بتديك ايه؟ جلايكوجين او بتديك جلوكوز. تمام. طب وكان عندك الميكس، فاكر كلمه كل لما قلت لك كل اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الصوت سلام اللي هي الكيتوجينيك، الحاجات اللي بتبقى كيتوجينيك زي اللايسين والليوسين دي بتديك بس بيور كيتوجينيك ايه؟ كيتوجينيك جلوكوز، او بتديك بيور كيتوجينيك امينو اسيد. تمام. يبقى ببساطه نفسها انت دلوقتي عمليه اللي انت عايز تحول من امينو اسيد لجلوكوز. طب قال لك انت عندك في بعض الامينو اسيد بيكون الاستراكشر بتاعها بتكون السكيلتول بتاعها العمود الفقري بتاعها ينفع استخدمه في الجلوكوز، اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كلوتوجينيك. كلوتوجينيك اللي هي عباره عن ايه؟ اللي انت بتشيل منها مجموعه الامينو اسيد تحول لك للسكيلتال الكربون اللي هي عباره عن السكيلتال الكربون بتاع الايه؟ بتاع الجلوكوز. حلو حلو. طب قال لك عندك انت كذا تايب اوف الامينو اسيد، لو انتوا فاكرين من سامبايو كابستري 1 عباره من قسمها لثلاث حاجات، يا اما يكون ميكس يعني في امينو اسيد تتكسر تديك الاثنين، يا اما ببساطه انا بلبس امينو اسيد تتكسر بس وتديك الجلايكوجينيك، يا اما امينو اسيد بس تتكسر وتديك الايه؟ الكيتوجينيك. يبقى تديك الكيتو كيتو امينو اسيد، تديك الكيتون بس. تمام تمام. طب انت قال لك الحاجات اللي بتبقى ميكس واكيد فيها جلوكوجينيك نسبه من جلوكوجينيك، يبقى دي اكيد هتنفع نستخدمها في تصنيع الجلوكوز. طب الحاجات اللي بتديك كيتون بس ما بتديكش غير حاجه غير الكيتون ما ينفعش، يبقى ما ينفعش استخدمها. زي مين؟ فاكرين ما قلنا كلمه كل؟ كل اللي هي كيتوجينيك خلاص، اللي هي كيتون يعني كيتون امينو اسيد، وال اللي هي اللام ديت لللايسين والليوسين الاثنين دول، يبقى اللايسين والليوسين ده بيديك بيور كيتوجينيك، فلذلك ما ينفعش استخدمها في عمليه الجلايكوجينيسيس. تمام. يبقى جينيتيك جلوكوز فروم امينو اسيد اكسبت الاثنين دول ما ينفعش استخدمهم، لان بالصدفه بيحصل لك هيدروليسيس، فالميجر سورس اوف الجلوكوز اللي انت تجيب لك من امينو اسيد. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لك اللي انت تجيب الجلوكوز الميجر سورس اثناء عمليه التصني عمليه الصيام اثناء عمليه الصيام اثناء الفاستنج وانت صايم، المصدر الاساسي للجلوكوز اللي انت تكونه في عمليه الجلايكوجينوجينيك تجيبه لي من الجلايكوجينيك امينو اسيد، تجيبه لي من الامينو اسيد اللي عندك. طب ازاي؟ عن طريق انت تشيل بس الجروب اوف الامينو اسيد خلصت الحدوته. طب بتشيل الامينو اسيد ازاي؟ عن طريق دي امينيشن اسمها كده امينو، يبقى انت هتعملها دي نزع وامينيشن او ترانس امينيشن اللي انت تنقلها من مكان لمكان، ويبدا يبقى لك بس الكربون سكيلتون اسيد اللي هو يخش بقى بعد كده يتحول لبايوفيت او يتكون لك اوكسالو اسيتات ويكون لك بعد كده الجلوكوز. زي ما انت شايف كده ده الالفا ده الكيتو اسيد، عشان كده اللايسين والليوسين ما يقدرش نستخدمهم لان دول بالصدفه عباره عن كيتون بيور. طيب بحط عليها ترانس اميليشن بشيل الامينو جروب او احطها في الكيتون اسيد واكون لك هنا بالصدفه سلام امينو اسيد، دي بقت كيتو اسيد. الكيتو اسيد دي بقى ام واخداها وام مصنعه فيها الجلوكوز. تمام. طيب لما انت شايف كده الانيلين عملت ترانس انيليشن يديك على كل الشكل بتاع البيوفيت، البيوفيت يتحول لاكسالو اسيتات والاكسالو اسيتات يتحول لك لجلوكوز. طب الاسبرتيت تعمل له ترانس انيليشن يديك على طول الاكسالو اسيتات، يبقى انت وفرت عمليه البيوفيت او وفرت 2 مولكيول اوف الاي تي بي. طب الجلوتاميت تعمل له ترانس انيليشن على طول يديك الالفا كيتو جلوتاريت، الالفا كيتو جلوتاريت ده عباره عن مولكيول او انترميديت في كريبس سايكل، فيخش كريبس سايكل يطلع لك في اخر اوكسالو اسيتات. يبقى المحاضره دي عشان تذاكرها لازم تكون مذاكر المحاضرتين اللي فاتوا كويس جدا، دي بتاعت كريبس سايكل زي ما انت شايف اهو. انت دلوقتي معاك اللي هو الجلوتاميت، عملت ترانس امينيشن شلت منه امينو جروب، تحولت لك الالفا كيتو جلوتاريت، هتقوم جاي حولها لي في كريبس سايكل عادي جدا، ساكسنايكو ايل فيوماريت الاوكسالو اسيتات، الاوكسالو اسيتات يتحول البي اي بي، وبعد كده في الاخر يتحول لك لبايوفي. تمام تمام. زي ما انت شايف كده البروبيونيت، البروبيونيت ده بالصدفه اللي هو الحاجات اللي بيكون موجوده في الفيجيتابل اللي اتفقنا الحاجات اللي بتركز عليها اللي هي ايه؟ الريومننت اللي هي الحيوانات الاكلات العشب، بتخش عندك تتحول لك ساكسنايل كو اي، ده الاكتيف فورم بتاعي تتحول لك ساكسنايل كو اي، تقوم رايحه وتقوم رايحه ماشي لك بنفس الباس واي وتبدا تديك بالصلاه والسلام ايه؟ تديك الجلوكوز. طب عمل لك سايكل، ايه هي السايكل؟ اللي هي جلوكوز انيلين سايكل. ايه هي الفكره كلها؟ بيكون بادئ الاول في الانيلين، اكيد اثناء الصيام انت ما عندكش جلوكوز، ما فيش عندك، فبالانيلين ده بيجي لك من ايه؟ من السكيلتال ماسلز. السكيلتال ماسلز اللي هي بالصلاه والسلام العضله بتاعت العضله بتاعتك ماشي. لو انت دلوقتي عندك بروتين كتير في الماسلز، عندك كميه كتير من البروتين، هيبدا يحصل لها تتكسر اللي هي الانيلين ديت، وتبدا تحصل لها ترانس اميليشن تتكسر وتحولها لك للبايوفيت، يعني شلت منها الامينو جروب تحولت للبايوفيت عن طريق الجلايكوليسيس اوف ذا ماسلز جلايكوجين، هيبدا يتكسر سلام البلاد يروح يتنقل ولا البايوفيت يتنقل للليفر ويحصل لك العكس. يعني ايه الفكره كلها؟ بص يا سيدي السايكل دي بنسميها جلوكوز انيلين سايكل، يعني من اسمها كده. طيب الماسلز اهي
انت عندك الالين خلاص بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام. اللي بيحصل انت دلوقتي عندك الجلوكوز تمام في المصل، الجلوكوز زائد الجلايكوجين الاثنين مع بعض بيكون لك الايه البايوفيت اللي هي عمليه الجلايكولوسيس. انت دلوقتي في المصل مش انت دلوقتي في الاكسرسايز او المصل بتحتاج تكون اي تي بي وبتحتاج انرجي والحوارات دي كلها فانت دلوقتي في المصل فهتكون بايوفيت، عملت هنا ايه جلايكولوسيس، جلايكولوسيس تكسير الايه الجلوكوز تمام تمام كونت لي بايوفيت. البايوفيت دوت بحط له ترانس اميليشن يعني بحوله الالفا كيتو اسيد او بحوله الانالين، يبقى كاني بالظبط ضفت له امينو جروب، ضفت له امينو جروب، يبقى انا البايوفيت ده حولت له للايه امينو جروب تمام تمام. بعد كده بالسلطه النبات السام الانالين ده تقوم رايحه للليفر، تقوم رايحه للليفر تقوم ايه انا دلوقتي عايز طاقه عايز اكون جلوكوز فتبدا تتكسر ترجع لاصلها اللي هو البايوفيت، وبعد كده تطلع لك اليوريا، ممكن تطلع لك اليوريا از يوريا، تطلع لك الان اتش 2 ما هي بتطلع لك بس مش احنا اتفقنا ان احنا بنشيل منها الامينو جروب فلما تشيلها تطلع لك از يوريا، ممكن تطلع لك از يوريا، وبعد كده تحول لك البايوفيت، البايوفيت يروح لجلوكوز، الجلوكوز يروح تاني تستخدم مع الجلايكوجين يتحول لك لبايوفيت، البايوفيت يتحول لانيلين، كل الحاجات دي عمليه سايكل. يبقى اول حاجه في الليفر بالظبط سايم الانيلين از كونفرتد باك تو بايوفيت، يبقى في الليفر انا بحول من انيلين يعني بالظبط افتكر كده ان الليفر ده زي ما احنا خدنا مثلا في الكوري سايكل دوت بالصلاة والسلام بيصنع لك جلوكوز، يبقى افتكر كده الليفر مصنع الجلوكوز عشان ما تنساهاش في اي سايكل الليفر بيصنع لك الجلوكوز. شوف انت بادئ من اي سبستريت خلاص، سواء لما بادئ مثلا في اللاكتيت يبقى المصل هيكون لك اللاكتيت في المصل، طب بادئ مثلا في اللي هي الانيلين سايكل دي يبقى الانيلين هيكون عندك في المصل. يبقى اول حاجه في الليفر الانيلين هيتحول للبايوفيت عن طريق ترانس امينيشن، شلت منها الامينو جروب، فالبايوفيت ده عباره عن سورس اوف جلوكوز تخش في الجلايكونيونوجينيسيس يكون لك الجلوكوز، الجلوكوز يروح تاني للمصل ويبدا يعمل لك نفس العمليه بالظبط. يقول لك ذا سايكل الاو البايوفيت تو ترانسفير اوت اوف مصر، بتسمح للبايوفيت ان هو يطلع ويروح للليفر عن طريق ان احنا نستخدمه ونعمل فيه جلوكوز ونستخدم جي اي تي بي، نستخدم الاي تي بي عشان نكون كونتراكشن، نعمل كونتراكشن تمام. يبقى الموضوع سهل وبسيط باذن الرحمن. خامس سبستريت عندي بالسلطه النبليه بالسلطه السلام اللي هي عمليه الجلايكونيوجينيسيس اللي هو الجليسرول. الجليسرول دي جايه منين؟ نتيجه اللايبوليسيس تكسير الليبيد اوف الجليسرول دايت، بتجيب جليسرول دايت تكسره وتديك الجليسرول، لان الجليسرول دايت عباره عن الدهايد الكحول يعني زائد ايه اسيد، فبالسلطه انت بتكسره فبترجعه الاصل اللي هو عباره عن جليسرول دايت. طب الفاتي اسيد دي بيكون موجوده فين؟ موجوده في الاديبوز اللي هي الفاتي اسيد اللي موجوده عندك او الدهون بتكون موجوده في اللايبوز تيشيو اللي هي الايه الانسجه الدهنيه. بعد كده الجليسرول تبدا تطلع وتروح للبلاد ستريم، تروح للليفر، الليفر بقى يستخدمها لك ويحولها لك لجلوكوز، يحولها لك فوسفوليشن، يحط لك فيها في مجموعه فوسفيت باي جليسرول كاينيز. مهم جدا 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 الانزيم ده مش موجود بس غير في الليفر، يبقى الجليسرول كاينيز يبقى اي حاجه في الليفر تفتكر كده الليفر بيكون لك جلوكوز على طول، فمهم الجليسرول دوت كاينيز ده مش موجود غير بس في الليفر، يحول لك لجليسرول دايت 3 فوسفيت، الجليسرول دايت تحصل لها اوكسيديشن عن طريق دي هيدروجينيز تتحول لك لذهب، وبعد كده تروح للايه ذهب تخش مع الجاب تطلع لك السايم اللي هو الفركتوز، وبعد كده السايم فركتوز 6 1 6 فوسفيت، وبعد كده في السايم يحصل لك عمليه الريفرس للجليكولوسيس وتكون لك يبقى انت بادئ الاول بالجليسرول، حاطط لي جليسرول كاينيز، الجليسرول كاينيز مش موجود غير بس في الليفر، حطيت لي مجموعه اي تي بي، حطيت لي مجموعه فوسفيت في بوزيشن رقم كام؟ 3، بقيت ما عندك ايه جليسرول 3 فوسفيت، بقى معاك الجاب، الجاب عايز تحولها لذهب، تقوم حاططها لي عن طريق جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، تشيل دي هيدروجينيز تنزع هيدروجين، فتكون لك الذهب، والذهب يبدا بالصلصه يعمل لك تجتمع تاني مع الجاب والحوارات دي كلها ويرجع لك للجلايكولوس. بعد كده السبستريت السادس عندي اللي هو اخر واحد اللي هو البروبيونيت، اتفقنا البروبيونيت دوت بس مش موجود غير او بيكون من اللي بيحصل في الايه اللي هي ريومننت ايه انيمال. طب ايه الاكتيف فورم بتاعها؟ البروبيونيل كو اي ده الاكتيف فورم بتاعها، ده الاكتيف فورم اوف البروبيونيت. طب البروبيونيت دي جايه نتيجه ايه؟ نتيجه الاكسديشن بتاعت الاود اود 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 تشين فقط، الاود تشين اود تشين اوف الفاتي اسيد، يعني انت الفاتي اسيد كده عباره عن مثلا كربون، لازم يكون الكربون اود يعني مثلا بصم 1 3 5 7 اود نمبر بس، ما ينفعش يكون ايفن خلاص، اما لو ايفن مش هيشتغل عندك. طب اصلا الفاتي اسيد اللي هي الاود دي موجوده فين؟ مينلي موجوده في الفيجيتابل، فلذلك الحيوانات اكلت اللحوم بتكون الجلوكوز عشان سوري اكلت العشب تاكل العشب وبالصلاه والسلام تقوم مكونه لك الايه الجلوكوز تمام، عن طريق اللي بيكون عندها اود تشين اوف كده يحصل لها اوكسيديشن، وبعد كده يكون لك البروبونايل كو اي يخش لك يتحول لك الاكسرسنايل كو اي ويخش في الكريبس سايكل ويكون لك الجلوكوز. طبعا بتبقى ماينو دي بتستخدم از سكيلتون اوف سام امينو اسيد، ممكن تستخدمها في سكيلتون في الامينو اسيد.
طب طبعا بيكون ماينو في الهيومن، لان بس ميجو سورس للهيومننت ايه انيمال، اللي هي الحاجات الهيربز زي الكاتلز الشيبس الجوت الماعز والبقر والحاجات دي. طيب الايفن نمبر ما نقدرش نحولها لجلوكوز نهائي، يبقى نوت سبستريت فول جلايكوجينيسيس، يبقى لازم يكون عندك اود نمبر اوف الفاتي اسيد. ايه الفكره كلها؟ البروبونايل كو ايه بس عشان تخش في جلايكوليسيس عن طريق السكريبت سايكل تحولها لساكسينايل كو ايه، والساكسينايل كو ايه تبدا بالساكسين تتحول لك للجلوكوز زي ما انتم شفتوا المره اللي فاتت. تمام تمام طيب دلوقتي بالسلطه انا سامعه ميتال ريجوليشن اوف الجلايكونيوجينيسيس، ازاي بتتحكم في الجلايكونيوجينيسيس؟ اكيد هتتحكم فيها عن طريق الوستريك، يا اما عن طريق هرمون، يا اما عن طريق السبستريت اللي عندك. ده الثلاث حاجات اللي بتتحكم فيها. انت عشان تتحكم لي في العمليه ديت يا استاذ سامعه تتحكمي عن طريق الوستريك. الوستريك دوت اتفقنا اللي هو عباره عن مكان بيمسك فيه الوستريك سبستريت او يمسك فيه سبستنس اذر ذان البايندنج سايت، يعني مكان بيمسك فيه الماده اللي عندك غير المكان بتاع البايندنج سايت بتاع الايه الانزيم. الهرمون طبعا عارفين الهرمونات اللي بتتحكم في الجلايكونيوجينيسيس اللي ليها علاقه بالجلوكوز زي الانسولين والايه بالصوت انا سام والجلايكوجين. اول حاجه نبدا هنتكلم عليها اللي هي الالوستريك ريجوليشن. ايه الفكره بتاعتها بالصوت انا سام؟ انت قال لك البايوفيت كاربوكسيليز انزيم اللي هو ده اول انزيم خالص بيحول لك من بايوفيت لاكزار واسيتيت. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بالصوت سام بيحصل له اكتيفيشن بالاسيتايل كو ايه. طيب انت دلوقتي لما تكون انت عندك اسيتايل كو ايه كثيره، معنى كده ان انت عندك ايه؟ معنى كده انت عندك انرجي، يبقى معنى كده انت عندك انرجي. يبقى بالصوت انا سام طب الساكسينايل كو ايه ده جاي منين اصلا؟ طب جاي لك الانرجي دي جاي منين؟ جاي عن طريق البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد. يعني انت دلوقتي اثناء الصيام، اثناء الايه؟ الصيام او المجاعه، الناس اللي عندها بيكون عندها هبوط مش عارفه مش عندها طاقه، طب ليه؟ نتيجه نقص الجلوكوز. فجسمك يعوض ده ازاي؟ يروح ياخد اجزاء الدهون بتاعتهم. عشان كده الناس اللي بيكون استرافيشن، لو انت شفت مثلا في جنوب افريقيا الناس اللي هي الفقيره اللي في الدول الفقيره ربنا يا رب يعافينا بحق لا اله الا الله، هتلاقيه السوداني ده جلد على عظم. طب ليه؟ لان من كتر الحرق الدهون ما بقاش عنده دهون اصلا، ما بقاش عنده دهون يحرق منها، فمش عارف، فيبدا يحرق في الامينو اسيد، فيبدا يستخدم ايه؟ ممكن يقدر الله يموت في الاخر خلاص. يبقى بالصدفه ليه الاستايل كو اي الاز اكتيفيتور للالاستريك افكت بتاع البايوفيت كاربوكسيليز؟ لان اسيتايل كو اي ده جاي منين؟ نتيجه الاكسده بتاعت البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد، يعني الفاتي اسيد اتحول لك اسيتايل كو اي، فالاسيتايل كو اي ده عباره عن سورس اوف انرجي، فزودت لك بالصوت نفسها الافكت او زودت لك الاكتيفيشن بتاع البايوفيت كاربوكسيليز. تاني الاستريك افكت عندي الفكتوز 1-6 بس فوسفوتيز، ده اللي هو تاني انزيم عندي ايريفرسبل. اللي بيحصل عندك بالصلاه النبي السلام ده بيبقى الستريك باي الاي تي بي. انت عندك هاي اي تي بي، يبقى افتكر كده الجلايكوليسيس انا بعملها ما يكون عندي نقص في الاي تي بي. طب الجلايكونيوجينيسيس بعملها ما يكون عندي زياده في الاي تي بي عشان اكون الجلوكوز. يبقى افتكر كده تمام وحطها في دماغك. طب انهبيت باي ايه؟ لما يكون انت طبعا عندك زياده في الاي ام بي او 2 فركتوز 2 و6 بس فوسفاتيز. ليه؟ لان الحاجات دي عباره عن انديكيشن انت عندك لو انرجي، لو اماونت اوف انرجي. فبان عندك بالظبط نفسها لو اماونت اوف انرجي، فانت محتاج اصلا اوريدي انرجي، فانت مش عارف تستخدم الجلايكونيسيس لان ما عندكش طاقه، ما عندكش طاقه ان انت ايه تكونها. طب ايه علاقه الفركتوز 2-6 بس فوسفاتيز؟ قال لك الفركتوز 2-6 فوسفاتيز دوت بالظبط نفسها فورمت جاي منين؟ اكيد عن طريق انت عندك بي اف كي 1 وعندك بي اف كي 2، عشان كده احنا قلنا بي اف كي 1. طب ده بيتكون عن طريق بي اف كي ايه 2. طب بالظبط نفسها ايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف كده انت الفركتوز 6 فوسفيت بتحوله لفركتوز 2-6 فوسفيت عن طريق بي كي اف اي 2. تمام تمام بتاخد اي تي بي وتعمله لي كده. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ايه اللي بيحصل لو انت الكونسنتريشن بتاعه زاد؟ لو الكونسنتريشن بتاعه زاد تحت تاثير الانسولين والجلايكوجين اللي احنا هنيجي نشوفها باذن الرحمن بعد الريجوليشن دوت بعد الالوستريك، هتلاقي ايه؟ دلوقتي انت واكل وجبه فيها كربوهيدرات، وجبه فيها جلوكوز كتير، فانت جسمك هل جسمك محتاج ان هو يعمل لك جلوكوز؟ لا طبعا، لان جسمك مش عبيط، انت اصلا عندك الجلوكوز كتير او عندك واكل وجبه فيها كربوهيدرات كتير، فانت مش محتاج تاكل او انت بتصايم عشان يكون لك جلوكوز. تمام تمام. فبالصلاه والسلام الانسولين يبدا هو اللي يشتغل اكتر من الجلايكوجين، صح؟ من الجلايكوجون. طيب بالصلاه والسلام يبقى الانسولين يزيد فيعمل لك ايه؟ يزود لك الفركتوز 2-6 فوسفيت. الفركتوز 2-6 فوسفيت اول ما الخليه تشوفها تيك على طول تعرف ان انا هنا عندي ايه؟ عندي جلوكوز كتير، فتعرف انها مش محتاجه تعمل جلايكونيوجينيسيس، فتعمل لك انهبيشن للبي اف كي اي 1. يبقى زي ما انت شايف كده دوت از ذا موست اكتر حاجه بوتنت. ليه؟ لان وجودها بيعرفك ان انت عندك جلوكوز كتير في الدم، يبقى معنى كده انت مش عايز تكون اوريدي اصلا جلوكوز. يبقى ده اكتر حاجه بوتنت البي اف كي 1. ليه؟ ليه البي اف كي 1؟ لان البي اف كي 1 ده بيعمل لك جلايكوليسيس وليست جلايكونيوجينيسيس خلاص. فبالصلاه والسلام يقوم يعمل لك اكتيفيتور ليها ويعمل لك الستريك انهبيشن للبيس فوسفوتيز اللي هو فاكتوز 1-6 فوسفوتيز. يبقى بالصلاه والسلام لو انت عندك ده زياده يروح يحفز لك عمليه الجلايكوليسيس لان انت عندك جلوكوز كتير، ويعمل لك انهبيشن للجلايكونيوجينيسيس. طب الهرمون ده تاني حاجه عندي بالصلاه والسلام بتاثر عندك في ريجوليشن الانسولين. الانسولين طبعا لما يكون زياده اعرف كده ان انت عندك جلوكوز كتير، فاكيد بيولوجيك انت مش عايز تكون جلوكوز فوق اللي عندك. طب هيعمل لك ايه؟ هيبقى الانسولين بيحفز
لك عمليه الجلايكولوسيس وبيعمل لك انهبشن للجلايكونيوجينيسيس. يبقى دوت انهبشن عن طريق ان هو يقلل لك السينثيسيس بتاعه الفور انزيم الانسولين. اول ما يزيد بالساتسام يروح للاي دي دي ان اي اللي مسؤوله عن تصنيع الانزيم اللي هي الانزيم بتاعت مين؟ بالساتسام بتاعه الجلايكونيوجينيسيس اكيد، فيعمل لك انهبشن ليها فيوقف لك التصنيع او يعمل لك يعني يعمل لك انهبشن للعمليه دي. طب ايه بقى الحاجات الانتاجونست للانسولين زي الجلوكاجون؟ الجلوكاجون او الابينفرين او الكورتيزون. الكورتيزون ده بالصدفه ايه اللي بيحصل؟ اكيد هتعمل لك ستيميوليشن للترانسكريبشن. الترانسكريبشن عمليه تكوين البروتين سوري عمليه تكوين الام ار ان اي من الايه من الدي ان اي. المهم يعني تعمل لك ستيميوليشن للجين ديت انها تعمل لك ايه تكون لك الانزيم اللي عندك مسؤول عن عمليه الجلايكونيوجينيسيس، فذلك بيزود لك عمليه الجلايكونيوجينيسيس. طيب ايه اللي بيحصل برضه من اديشن؟ في حاجه اضافيه للجلوكاجون اللي هو لما يزيد بيعمل لك انهبشن للبي اف اي سوري مش للبي اف كي، بيعمل لك انهبشن البي دي اتش. البي دي اتش ده كان مسؤول عن ايه؟ عمليه الجلايكولوسيس، واحنا دلوقتي عملت لها انهبشن فهتمشي العكس الناحيه الثانيه. خلاص يبقى الجلايكوجون واحنا خدناه على فكره في المحاضره بتاعه المحاضره اللي فاتت تقريبا اللي احنا بنعمل انهبشن ازاي عن طريق الجلوكاجون والحوارات دي كلها عن طريق كوفيلنت موديفيكيشن. فيبدا يعمل لك البايوفيت بدل ما هو يروح يتحول لك ليه اسيتيل كو اي، لا انا وقفت الباسوي دوت فانا خليها تتحول لمين؟ تتحول لاوكسالو اسيتيت، فالاوكسالو اسيتيت تخش عندي في الجلايكونيوجينيسيس. خلاص دي الحته دي اللي ما فهمهاش مشروحه بالديتيلز جدا في المحاضره اللي فاتت. طب الكورتيزون، الكورتيزون دوت مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن ان هو ده برضه عباره عن بيعمل لك بيزود لك عمليه الجلايكونيوجينيسيس. طب يروح ليه؟ بيروح للهيباتيك يزود لك الترانس امينيشن، يعني بيجيبها لك من عن طريق الامينو اسيد، يزود لك الترانس امينيشن فيعمل لك سبستريتنج فيعمل لك جلايكونيوجينيسيس. تمام. طب اندايركت ستريفيشن، لو انت عندك دلوقتي مجاعه دي بقى الحاجات دي بتزود لك عمليه الجلايكونيوجينيسيس بس اندايركت مش دايركت على طول، يعني مش بتروح مثلا تشتغل لك على سبستريت دايركت، لا تشتغل لك على اندايركت زي مثلا عمليه المجاعه او الناس اللي عندها السكر. واتفقنا ازاي الناس عندها سكر بتزود لك ديت عن طريق تزود لك السكريشن بتاعه الايه بتاعه الانسولين انتاجونست، يعني تروح للحاجات الانسولين انتاجونست اللي هي العكس الانسولين بحيث تزودها لك فتزود لك عمليه الجلايكونيوجينيسيس. طب ايه بقى السبستريت اللي ممكن تعمل لك ريجوليشن؟ اكيد كل الحاجات الامينو اسيد، اكيد الجليسرول، واكيد بالصلصام اللاكتيك اسيد. كل الحاجات دي ما بتزيد كل ما الحاجات دي تزود لك الجلايكونيوجينيسيس زي ما انت شايف كده. طب امتى الامينو اسيد تزيد؟ اثناء السكر، اثناء ما يكون عندك كورتيزون لسه قايلين تمام لما بتاخد كورتيزون، فيعمل لك ميتابوليزم للامينو اسيد في الماسلز فتحولها لك تروح تتحول لك بالصلصام في الليفر لجلوكوز. هنا الجلوكوز بتزيد في فاستنج عشان بتعمل ايه؟ لايبولوسيس للاديبوز تيشو. طب اللاكتيك اسيد بتزيد في الار بي سي والماسلز اكسرسايز. خلاص كل دي حاجات بتزود لك عمليه الجلايكونيوجينيسيس. يبقى اقول لك بالصلصه انا سامي ريسبتكل اوف ريجوليشن اوف الجلايكوليسيس اند جلايكولوجينيسيس. اكيد الحاجات بتاثر لك في الجلايكولوسيس بتزود لك عمليه الجلايكولوسيس، اكيد هتعمل لك انهبيشن للجلايكوليسيس نيوجينيسيس. ماشي زي ايه بقى بالصدفه؟ يقول لك هنا بريفنت الوسط في الاوجريشن فروم باسوي، يعني اتنين عكس ايه بعض زي ما احنا لسه قايلين. انت دلوقتي مثلا عندك جلايكوليسيس، جلايكوليسيس يعني بتكون جلوكوز، يعني بتكسر جلوكوز، بتكسر جلوكوز. لما انت تكون الريشيو دي عندك زياده، لما يكون عندك الريشيو بتاعت الاي تي بي تبقى هاي، بمعنى كده انت بتعمل ايه؟ مش عايز تعمل جلايكوليسيس. ليه؟ لان الجلايكوليسيس هي الغرض منها الام بتاعها انها تكون لك اي تي بي، فانت عندك اي تي بي زياده، لا يبقى انت تستخدم الاي تي بي وتكون لي جلوكوز، خلاص تعمل لي جلايكونيوجينيسيس. يبقى لو انت عندك اي ام جي كتير يبقى معنى كده انديكيشن ذات اللي انت عندك نقص في الاي بالصوت مثلا نقص في الاي تي بي، معنى كده ان انت محتاج طاقه، فانت مش هتعرف تكون لي جلايكوز فهتعمل لي كسر لي الجلوكوز وتعمل لي اكتيفيشن للبي اف كي وتعمل لي انهبيشن للانزيم دوت فتعمل لي جلايكوليسيس تمشي في جلايكوليسيس. طب لو العكس يبقى تحفز لي عمليه الجلايكونيوجينيسيس وتعمل لي انهبيشن للجلايكوليسيس. نفس الفكره بالظبط، لو ريشيو يعمل لك جلوكوز، لو ريشيو دي قليله معناها بالصلصام الاي تي بي قليل، معنى كده الاي ام بي زياده، معنى كده انت ما عندكش طاقه، معنى كده بالصلصام انت محتاج طاقه، محتاج تكسر جلوكوز عشان تكون الاي تي بي فتعمل لي الجلايكوليسيس. بقول لك الفاكتورز دي اتكلمنا عليها خلاص، ده الموست بوتنت اكتيفيتور، اتفقنا خلاص للجلايكوليسيس. اكتر حاجه تزود لك الجلايكوليسيس تعمل لك ريجوليشن جدا، وبالصلصام تعمل لك استيميوليشن للجلايكوليسيس عن طريق ان انت تعمل لك استيميوليشن للبي اف كي 1. طب تعمل لك انهبيشن للجلايكوليسيس للجلايكونيوجينيسيس عن طريق ان تعمل لك تثبيط للبي للفاكتورز 1 6 فوسفيت، ودي اتكلمنا عليها من شويه. طب الهرمون زي ما انت شايف اللي هو الانسولين بيعمل لك انهب اكتيفيشن للجلايكوليسيس وبيعمل لك انهبيشن للجلايكونيوجينيسيس خلاص، والجلايكوجين الجلايكوجون ده العكس. ودي كده صوره موضحه لك لكل حاجه عندك. طب ايه بقى الرول بتاع الفاتي اسيد عشان تعمل لك تزود لك بالصلصه نفسها من الجلايكونيوجينيسيس؟ ايه التاثير بتاع الفاتي اسيد انت جاي لك الجلايكونيوجينيسيس؟ قال لك دلوقتي الفاتي اسيد لما بتزيد خلاص بتعمل لك بتحول لاستايل كوي، والاستايل كوي دوت لما يزيد بالصلصه احنا عرفنا عن طريق بتا اوكسيديشن، ما احنا الاستايل كوي جاي من نتيجه البتا اوكسيديشن
اوكسيديشن بتاع الفاتي اسيد. الستايل كو اي لما يزيد هيعمل لك فيدباك نيجاتيف فيدباك انهبيشن للبي دي اتش. البي دي اتش ده كان بيعمل لك ايه؟ بايوفيت دي هيدروجينيز، يعني بيحول لك من بايوفيت لاستايل كو اي. طب كان بيعمل كده ليه؟ عشان الاستايل كو اي تخش جوه الكريبس سايكل وتكون لك طاقه. طب انت دلوقتي عندك استايل كو اي كتيره، معنى كده ان انت عندك انرجي كتيره، فمعنى كده انت مش عايز تكون انرجي، فبالصلصه بتعمل لك انهبيشن للبي دي اتش. طب بعد ما عملت لك انهبيشن تروح تحفز لك مين؟ تحفز لك البايوفيت كاربوكسيليز. ليه؟ لان معنى كده انت عندك نقص في الجلوكوز، انت حرقت جلوكوز كتير ومحتاج تكون جلوكوز، فيبدا يحوله لك، يمشي الباس واي من بايوفيت بالصلصه لاوكسالو اسيتيت، وده الباس واي اللي خدناه المحاضره اللي فاتت، عن طريق الصلصه بايوفيت كاربوكسيليز. انا اضيف كربون دكسيد جاز في وجود البيوتين في وجود الاي تي بي، هيكون لك بعد كده من الاوكسالو اسيتيت تحول لك لجلوكوز. ده اللي بيقوله لك. يبقى الاكتيفيشن اوف البايوفيت كاربوكسيليز عن طريق الانهبيشن اوف البي دي اتش، الاثنين عكس بعض. ليه؟ لان احنا اتفقنا المحاضره اللي فاتت من كريبس سايكل ان ده الدارج اللي انا حول بايوفيت لاستايل كو اي ده بنسبه 90% مثلا، ودي نسبه ضعيفه جدا بتحصل. فلذلك انا لما ازود الاستايل كو اي هيعمل لي نيجاتيف باج هنا ويعمل لي بوزيتيف انهبيشن اكتيفيشن هنا. يبقى يعمل لك اكسبليشن ذا فاتي اسيد اوكسيديشن، يعمل لك بالصلصه، يعمل لك استيمولي ستيميليشن للبايوفيت كاركسوليشن، يعمل لك جينوجينيسيس ان ليفر، فتزيد عندك اثناء عمليه الايه اللهم صل على وسلم الفاستنج وهكذا. يبقى الفاتي اسيد تعمل لك بروموت للجلايكوجينيسيس عن طريق انها تعمل لك سبلاي للاي تي بي، ده برضه ميثود تاني عندك. اتفقنا؟ وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يزمع بعدها ابدا. محاضرة النهارده خلصت، محاضرة سهلة جدا ولذيذة جدا وممتعة جدا حرفيا بجد، يعني الحمد لله نحمد ربنا. فاتمنى اكون فدتكم لو بجزء بسيط، اتمنى يكون الموضوع سهل معاكم، وطبعا هتحسها انها سهلة ولذيذة لو انت فاهم الايه المحاضرتين اللي فاتوا كويس. لو انت مش فاهمهم فبالاسف هتحسها مكلكعة. فلو بليز بليز لو انت مش مذاكر المحاضرات اللي فاتت او حتى مش سامعها وعايز تبدا في دي، رجاء اقفل الفيديو ما تسمعهوش ما تكملوش، انا اللي بقول لك اهوت، واسمع الاولانيين بعد كده ارجع اسمع دوت باذن الرحمن. اتمنى اكون فدتكم بجزء بسيط. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي محتاج اي حاجه اكتبها لنا تحت في الكومنت، ما فهمش اي حاجه اكتبها لنا تحت في الكومنت، وربنا معانا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.